مرحبا بحضراتكم مرة تانية. لسه مكملين أخبارنا في البيت الكبير، وخلاص يمكن عرفنا آخر استعدادات النادي الأهلي لمباراة بكرة، ومواجهة مهمة جدا أمام بطل النيجر سونيديب. زي ما أنت قلت يمكن خلاص فريقنا يمكن استعداداته بشكل جاهز تمت. بكرة إن شاء الله كمان هنحاول إن احنا نعرف كل التفاصيل اللي تخص فرقتنا قبل لقاء بطل النيجر بكرة بإذن الله. لما نقول دايما إن العمر لاحظ، عارف أنت دايما يقول لك ايه، اصل العمر ده ما بيتقاسش برقم، اصل انت بتحسب عمرك بحجم التجارب اللي انت عشتها، ما بتعيشهاش او ما بتحسبهاش بعدد السنين اللي انت عشتها. مش عارفه انت مع الحكمه يعني دي ولا أنا لا. مع الحكمه دي، خاصه بيبقى في كده اساطير في كره القدم بتعمل انجازات مقارنه بسنها. انا مالي ومال اساطير كره القدم، انا بسال دلوقتي، يا جماعه سؤال عادي جدا. لا طبعا الخبرات هي اللي بتقيس. انا في وجهه نظري الخبرات بتقيس عدد سنين الناس، يعني ممكن ناس يكون عندها سنين كبيره جدا لكن خبراتها قليله، وبالتالي يعني بتنعكس على تصرفاتها، وفي ناس يكون سنها صغير وعندها خبرات كبيره، فكمان ده بينعكس على انطباعاتها وعلى قراراتها في الحياه. يعني ده انا وجهه نظري. ولو اتكلمنا عن الرياضه بشكل خاص، يبقى الرياضه كمان بتخش في الجزء ديت، ان في اساطير وصلوا لسن معينه ممكن الناس تقول ده يعني سن كبير ما يقدرش يعمل حاجه. ابراهيموفيتش على سبيل المثال سنه كبير لكن بيقدم اداء اكتر من رائع، كان غير منتظر. كمان عندنا خبر انت رونالدو النهارده، يمكن النهارده يعني يوم بعد يوم بياكد ان المقوله دي صح. يا جماعه النهارده العمر بالنسبه لرونالدو فعلا مجرد رقم، وخاصه انه لحد دلوقتي لسه بيحطم الارقام القياسيه. نجم يوفنتوس طبعا، وزي ما احنا عارفين هو خلاص بقى عاشق للالقاب والانتصارات. النهارده بيقود فريقه للفوز، وفوز مهم جدا على اودينيزي. الحقيقه امبارح لو تابعتوا المباراه امبارح يعني كانت نتيجتها 4-1، طبعا ده ضمن منافسات الدوري الايطالي. رونالدو سجل هدفين من الاربعه دول وعزز بيهم موقعه في جدول الترتيب. يمكن النهارده بيحطم رقم اسطوره اخرى اسمها بيليه، وده بعد ما أصبح تاني أكتر لاعب تسجيلا للأهداف في المباريات الرسمية في تاريخ كرة القدم. النهاردة يعني بيحرز الأهداف ديت، احنا عندنا 757 هدف ل 758 هدف عفوا مقابل 757 لبيليه. فاحنا بنتكلم النهارده عن عدد، هو ترتيب الهدافين في الرسميه بتكلم، يعني ترتيب طبعا الاهداف بالنسبه لاهدافه في كل الدوريات وكمان منتخب بلاده والمنتخب واي نادي لعب فيه الحقيقه. يعني مش بس يوفنتوس النهارده، فانت بتتكلم على اسطوره النهارده بتحطم الارقام القياسيه. هنشوف التقرير ده عن رونالدو ونرجع مرة تانية في البيت الكبير. أكيد طبعا أسطورة كبيرة جدا رونالدو. خلينا برضو يعني نكون واقعيين، إن حتى مقارناته ببيليه أعتقد كمان مش هقول فيها ظلم، لكن أكيد هو أسطورة. لكن خلينا نتكلم إن المباريات من زمان ما كانش فيه كمية هذه المسابقات والبطولات الكبيرة جدا اللي خاضها رونالدو، فعلشان كده ممكن يكون في ناس في جدل شوية في موضوع إن بيليه على عدد الماتشات أقل شوية مع المنتخبات مع الأندية، لكن ما فيش شك إن رونالدو أسطورة كبيرة جدا جدا. والنهارده كمان بس مش اسطوره على مستوى كره القدم والمستطيل الاخضر، لا ده كمان على مستوى السوشيال ميديا. النهارده وصل على رقم 250 مليون متابع لكريستيانو رونالدو على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وبكده اصبح كمان رونالدو دلوقتي اول شخص في العالم يصل عدد متابعيه الى هذا الرقم 250 مليون متابع. وبالمناسبه ديت احتفل النجم البرتغالي يعني بالعدد قائلا ان 250 مليون متابع يا له من رقم مذهل، يعني ده على لسان رونالدو. واختتم ان هو بيشكر الجميع ان هم اكيد جزء من هذه الرحله الطويله. فده كمان على مستوى السوشيال ميديا، مش بس رونالدو نجم كبير على مستوى كره القدم من خلال المستطيل الاخضر، لكن كمان رونالدو نجم يمكن دلوقتي رقم واحد في العالم من خلال متابعه انستجرام ل 250 مليون متابع.
طبعا يعني رقم قياسي اخر، يعني تجاوز بكده حتى نجوم ونجمات هوليوود يعني أكيد. اللي بيتابعهم أكيد. ملايين أكيد. لكن يبقى فعلا هو ظاهره بمهاراته وبارقامه، ومن وقت ما ظهر في عالم كره القدم من كام سنه، 15 سنه مثلا، نتكلم عن 15 سنه لعب في عالم كره القدم، فهو الحقيقه يعني واصل كمان حتى الاجيال كتيره وشرائح مختلفه من الناس، فيبقى ظاهره الحقيقه رونالدو. عندنا كمان النجم البلجيكي، النجم البلجيكي كيفن دي بروين، اللي رفض العرض الاول انه التجديد يعني اللي قدمه نادي المان سيتي. النهارده ديلي ميل البريطانيه بتكشف تفاصيل العرض الخيالي، عرض خيالي مقدم لدي بروين علشان يجدد 5 سنين براتب تخيلوا حضراتكم بيصل ل 300,000 جنيه استرليني اسبوعيا، مش في الشهر. النهارده الصحف البلجيكيه بتتكلم عن ان دي بروين هيرفض العرض ده لانه عايز يتقدر، انا مش عارفه يتقدر بمعنى ايه، بس يتقدر بشكل اكبر طبعا. وبس اقول لك على حاجه، هو نجم وسطع ال3 سنين اللي فاتوا تحديدا، وعندك فريقه يمكن خسر البريمير ليج لكن كان افضل لعيب في الموسم اللي فات، فيحق له برضه يعني عادي افضل لعيب في البريمير ليج. ودي بروين كمان من اللعيبه المميزه جدا جدا في العالم، دي بروين بيقدم مستويات اكتر من رائعه مع المان سيتي، رغم طبعا فوز كمان، خلي بالك دايما اللي بيفوز بالدوري بيختاروا منه احسن لاعب على مستوى البريمير ليج، وكان المفروض صلاح، لكن صلاح فاز على مستوى الجماهيري، لكن الجائزه الرسميه 19 20 راحت لدي بروين اللي هو بيرفض عرض اكتر من رائع، خيالي يعني خاصه ان كل الانديه بتمر بظروف ماليه صعبه جدا بسبب جائحه كورونا، لكن المان سيتي مقدر دي بروين بشكل كبير. خلينا نعرف برضو ان شاء الله في الايام اللي جايه تجديد دي بروين مع المان سيتي هيوصل لفين. من المان سيتي نروح للبايرن، بايرن ميونخ طبعا عملاق الدوري الالماني. خلينا نتكلم قبل ما اقول الخبر واللي هقوله مرتبط بهذا الخبر، ان عمليه السكاوتنج الاكتشاف او بلغه الكره او بلغتنا كده الكشافين، دي منظومه مهمه جدا 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 في الانديه العالميه على مستوى التقنيه الفنيه، ان هم دايما بيجيبوا لعيبه على مستوى فني عالي جدا، على مستوى الاقتصاد ان هم عندهم الريسيل، ان هو لما بيشتري لعيب ويرجع يبيعه بيكون في حسبه محسوبه بشكل جيد جدا، ان انا هكسب من يعني الولد هيجي عندي 18 19 سنه هيقعد 3 4 سنين وهبيعه بمبلغ كبير جدا، حصل كتير جدا جدا. فبايرن يعني كمان بيبص للسكاوتنج ديت بمنظور مختلف، انه ما بيبصش على اوروبا بس لكن على كل مكان في العالم، ومن فتره كان كمان بيعمل السكاوتنج ده عن طريق السوق الامريكي، السوق الامريكي والكره الامريكيه يمكن الناس بتقول ما فيهاش، لكن فيها نجوم كبيره جدا، نجوم يعني النهارده مثلا في لعيب موهبه عندها 19 سنه، دي موهبه امريكيه بيخضع لاختبارات في بايرن ميونخ لانضمامه، محتمل جدا يعني يعلن انضمامه خلال الفتره القليله. كريس ده لعيب صغير، وكريس ريتشارد طبعا والفوز ديفيس ده، دول كمان من النماذج اللي بكلم حضرتكم ان هم كانوا من مواهب السوق الامريكي اللي ضمها فعلا بايرن ميونخ خلال الفتره اللي فاتت، والاثنين كانوا عاملين اداء اكتر من رائع. فخلينا نتكلم ان بايرن ميونخ كمان بيخرج بره الصندوق وبيدور على لعيبه يمكن على السوق الامريكي اللي هو ما فيش ناس كتير بتتابعه، وكل الناس بتدور يمكن على السوق الافريقي بشكل او باخر، السوق الاوروبي، لكن بايرن دايما متميز وموسع دايره السكاوتنج على شكل اكتر من رائع. طيب احنا قبل بس ما ندخل في الخبر دوت، يعني يمكن في كده يعني حته يعني عايزين حضراتكم تفهموها اكتر علشان تفهموا الخبر اللي جاي ده بيقول ايه. تعرفين ان النهارده انه انجلترا بريطانيا بيتم انسحابها بشكل رسمي من الاتحاد الاوروبي فعليا، وده كان يوم الجمعه اللي فاتت 1 يناير 2021، ده يوم الجمعه. فالنهارده اللي بيحصل طبعا عمليه البريكزيت او الانسحاب ديت تم ارجائها او تعطيلها 3 مرات، النهارده بيتم تفعيلها بشكل رسمي، وكان في جدل طبعا السنين اللي فاتت ديت حوالين هتنفصل مش هتنفصل. طبعا مناصرو البريكزيت النهارده مبسوطين جدا من عمليه الانفصال دي او الانسحاب، فده بيأثر على كل المجالات. هي بريطانيا طبعا دولة أوروبية جغرافيا، لكن ده بيأثر بشكل كبير جدا على أي مجال، على أي مجال في بريطانيا. فالنهارده إنك بقى تعمل بقى تصاريح
النادي بقى، التصاريح العمل مش عارف ايه. النهارده عندنا اللي هو الاردايس اللي هو مدرب ويست بروميتش، النهارده عنده مشكله كبيره جدا. يعني النهارده هو عنده ثلاثه من اللعيبه اللي مش هيقدر يستعين بيهم. سام الاردايس ده قال انا النهارده شفت ثلاث لعيبه بامكانهم اللعب مع الفريق، لكن مش هيسمح ليهم بده بسبب الانفصال اللي هو وصفه بالعار. وقال النهارده انه القصه دلوقتي بقى مخليه مضطر انه يسال اللاعب اللي موجود، انا هسال النهارده اللاعب اللي عندي انت مؤهل؟ مستوفي شروطك؟ انت عندك تصريح عمل في انجلترا علشان تلعب ولا لا؟ ده الحقيقه مخلي الحياه صعبه جدا جدا، ويمكن حتى هو قال ده اصعب من الكورونا، يعني اللي هو فيه دلوقتي بيمر بيه أكيد. اصعب كتير جدا من الجائحه. صحيح. انا يعني انا كمان الكلام ده يمكن كان متوقع من فتره، هل يتأثر الدوري الإنجليزي؟ أنت عارفة الدوري أكيد. الإنجليزي عنده نجوم من العالم كله أكيد. وهل يتأثر الدوري الإنجليزي من عوائد كمان البريمير ليج؟ هتيأثر كمان عملية البث؟ هل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هيأثر على الكواليتي بتاع اللعيبة اللي بيجيبها؟ فكل ده هنشوفه من خلال الأيام اللي جاية. هتظهر مشاكل تانية في أندية تانية بسبب عملية الانسحاب، خاصة الأندية الصغيرة كمان اللي بتعتمد على لعيبة يمكن من أمريكا اللاتينية بأسعار قليلة، من لعيبة من أفريقيا. خلي بالك كل ده عندهم شروط، لأنهم بيتعاملوا فيري بروفيشنال. أنت لعيب كورة بمعناها أنك بتشتغل، أنت عامل، يعني ده لازم يكون عنده تصريح عمل، لازم كمان يكون مستوفي، ده غير 75% من المباريات اللي هو لازم يكون لعيب دولي. وبالتالي الامور بقت اصعب، عمليه الترانسفير في الدولي كان الله في عون المدربين. طيب تعالوا نروح لميسي ومحمد صلاح اللي خرجوا النهارده من التشكيل المثالي لصحيفه ليكيب الفرنسيه المعلن اليوم. خلينا اقول لحضراتكم التشكيل. ليكيب قالت في حراسه المرمى الالماني مانويل نوير، طبعا ده حارس مرمى البايرن. في خط الدفاع الكندي ديفيز، ده بايرن ميونخ. الاسباني سيرجيو راموس، طبعا ريال مدريد. فان دايك من ليفربول، ده المدافع الهولندي. الانجليزي الكسندر ارنولد، ده طبعا في ليفربول. خط النص البرازيلي نيمار، باريس سان جيرمان. الاسباني تياجو الكنتارا، البايرن ده طبعا لاعب البايرن وليفربول. والالماني كيميتش، ده كمان لاعب البايرن ميونخ. البلجيكي كيفن دي بروين مانشستر سيتي، ده كل ده في خط النص. خط الهجوم كان البرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي ليفا، روبرت ليفا طبعا البولندي الحائز على جائزة أحسن لاعب في العالم السنة دي. خلينا نقول إن غريبة شوية إن خروج محمد صلاح، خاصة وميسي ومحمد صلاح كمان على بشكل مباشر، لأن محمد صلاح كان مرشح في كل الجوائز الكبرى. محمد صلاح كان مرشح وطلع سادس على مستوى العالم. علامة الاستفهام دخول نيمار كمان، نيمار ما كانش متواجد على الساحة من الجوائز العالمية، النهارده موجود في تشكيلة ليكيب. أنت عارفة ليكيب كمان يمكن من الـ يعني الصحف الرياضية الكبيرة جدا، مش في فرنسا بس، على مستوى العالم. فكان في علامات استفهام شوية على عدم وجود محمد صلاح، وكمان عدم أو وجود كمان نيمار في التشكيله الاساسيه، وميسي برضه. وميسي لانه أكيد. طبعا انت النهارده يعني بتتكلم عن افضل ثلاثه، ليفاندوفسكي ورونالدو وميسي، غريب جدا خروجه كمان من القائمه ديت. يعني انت يعني هو ميسي في يعني مع برشلونه المنتخب الارجنتيني ممكن يكون مقبول شويه، لكن محمد صلاح على مستوى على مستوى المنتخب، على مستوى البريمير ليج. وكمان انا شايف ان نيمار كمان يعني بقى له فتره كان غايب، يمكن وجوده بس في باريس سان جيرمان يعني بيكون فيه نوع من انواع المجامله شويه. بعد الفاصل نستقبل أولى فقراتنا وضيفنا طبعا الناقد الرياضي المميز الأستاذ محمد القوسي في البيت الكبير. يا جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير. مساء الخير وحلقة جديدة من حلقات البيت الكبير، بيت كل الأهلوية، البيت الكبير اللي احنا بنحاول فيه بصراحة ان احنا يعني يوم عن يوم بنحاول ان احنا نقدم الأفضل هنا لحضراتكم. والبيت الكبير زي الحقيقة برضو ما كنا بنقوله ودايما بنكرر، هدفنا دايما ان احنا نرضيكم عبر شاشة قناة الأهلي. بقول كده ليه؟ بقول كده علشان عايزة أشكر كل متابعينا وأشكر حضراتكم على ردود الفعل على حلقة والتر بواليا امبارح. علشان كده يمكن برضو بعيد تاني ان احنا بنوعدكم ان انتوا بتنتظروا ان شاء الله يا رب مفاجآت قوية جدا هنا في البيت الكبير.
وقبل طبعا ما نعرف حضراتكم على فقراتنا النهارده، عايزه طبعا ارحب بزميلي العزيز كابتن هاني رمزي. مساء الخير يا كابتن، اهلا بيك. ازيك، اخبارك ايه؟ كله تمام طبعا. بمسي على كل المشاهدين قناه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في كل مكان. النهارده ان شاء الله حلقه جديده، ان شاء الله تكون حلقه مميزه كالعاده من البيت الكبير. النهارده ضيوفنا ان شاء الله في الفقره الاولى عندنا الناقد الرياضي الاستاذ محمد القوسي، في الفقره الثانيه هيكون معانا اثنين من نجوم النادي الاهلي الكبار جدا، الكابتن فتحي نصير والكابتن ماهر همام. اكيد هنتكلم على يعني بشكل موسع وبشكل تفصيلي عن مباراه النادي الاهلي ان شاء الله بكره مع سوني ديب، مباراه العوده. واحنا زي ما احنا عارفين وتابعنا وحضراتكم تابعتوا المباراه الاولى، مباراه الذهاب اللي كانت في النيجر واللي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0 عن طريق اليو ديانج، رغم الظروف الصعبه اللي كان بيمر بيها النادي الاهلي في المباراه ديت من غيابات، من سوء ارضيه الملعب، من الاجواء المحيطه بالمباراه، لكن قدر النادي الاهلي انه يعني يسيطر على المباراه بشكل كويس ويحقق نتيجه ايجابيه بشكل كبير. ويعني الناس تقول لك نتيجه ايجابيه 1-0، نتيجه ايجابيه جدا، لان في المقابل زي ما احنا عارفين وقلنا ان حتى الوداد اللي هو كان موجود في المربع الذهبي كان في نفس الجوله خسر من الملعب المالي 1-0، وبالتالي في مفاجآت كتيره في كره القدم، كره القدم لا تعترف الا بال 90 دقيقه داخل الملعب. فخلينا نقول ان شاء الله مباراه بكره هي مهمه جدا جدا للنادي الاهلي في شقين، الشق الاولاني ان احنا ان شاء الله ناكد جدارتنا ووصولنا لدور ال 16 باذن الله بنتيجه كبيره، ان شاء الله باذن الله كل الامور متاحه للنادي الاهلي انه بكره يعمل مباراه كبيره ويقدم مباراه كبيره واهداف كتير، اهداف كتيره ليه؟ عشان دي بتبقى رساله واضحه لكل منافسي النادي الاهلي ان النادي الاهلي هو بطل القرن، هو بطل النسخة السابقة، ولكن كمان عنده إصرار وعنده عزيمة أنه إن شاء الله يكون بطل النسخة أو الرقم 10 بالنسبة للنادي الأهلي. دي جزئية. الجزئية الثانية الحمد لله عندنا السكاوت بقى كبير، يعني الصفقات الجديدة مع بعض اللعيبة الحمد لله يعني رجعوا من إصابة كورونا، فعندك سكاوت كبير. واحنا يعني النادي الاهلي عنده مشوار صعب، مشوار كل 3 ايام بيلعب مباراه زي ما حضراتكم عارفين. الجمعه اللي فاتت النادي الاهلي تعادل مع دجله 0-0، هيلعب بكره مع سونديب، عندنا كمان يوم الجمعه اللي بعديها يعني كمان 3 ايام مباراه مع نادي سيراميكا في الدوري، وبالتالي دي كمان فرصه، المباراه زي دي فرصه ان شاء الله لو النادي الاهلي حقق عرض جيد ونتيجه جيده ان كمان موسيماني يعني يدي فرص للعيبه ويقدر يعمل الروتيشن الطبيعي جدا، الروتيشن اللي هو يحافظ على اداء الفريق على النواحي البدنيه والنواحي الفنيه. فمباراه بكره ان شاء الله مباراه مهمه جدا 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 بننتظرها، وننتظر نتائج، بننتظر ان شاء الله نجاحات للنادي الاهلي في 2021. والحديث طبعا عن المباراه الافريقيه طويل جدا جدا، خلينا نروح لتقرير نشوف تقرير عن مباراه بكره الاهلي وسونو ديب في مباراه العوده، ونرجع مع حضراتكم في البيت الكبير. تحت شعار لا بديل عن الفوز مهما كانت الصعوبات والمعوقات، يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. ورغم أن الأهلي وضع قدما في الدور المقبل من البطولة بعد تغلبه على سونيديب في ملعبه بهدف للا شيء سجله لاعب وسطه المالي أليو ديانج، إلا أن الفريق رفع درجة الجاهزية تحسبا للمواجهة المرتقبة، وحذر مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من خطورة المباراة كون المنافس ليس لديه ما يبكي عليه وسيقاتل لتقديم مباراة قوية أمام حامل اللقب القاري وبطل القرن الإفريقي. ويعود بيتسو موسيماني بدوره لقيادة الأهلي من على الخطوط في هذه المباراة بعدما أبعده فيروس كورونا المستجد عن السفر مع الفريق إلى نيامي في مباراة الذهاب قبل أن يتعافى مؤخرا ويعود من جديد لقيادة الفريق. كما يعود للفريق عدد كبير من نجومه المهمين من العناصر الأساسية التي غابت عن مباراة الذهاب في النيجر سواء للإصابة أو بسبب فيروس كورونا، والذي بات شبحا يطارد أغلب الفرق حاليا سواء في البطولة أو في مختلف البطولات المحلية والعالمية. وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة
عودة الرباعي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني ومحمود عبد المنعم كهربا للتدريبات من جديد بعد غيابهم عن مباراة الفريق الأخيرة أمام نظيره وادي دجلة بسبب فيروس كورونا. وتعهد لاعبو الأهلي على تحقيق الفوز على بطل النيجر غدا من أجل استعادة نغمة الانتصارات من جديد وتوجيه إنذار شديد اللهجة لجميع منافسيهم في البطولة القارية. العاشرة يا أهلي باتت شعارا جديدا لجماهير الأهلي وهدفا يسعى اللاعبون لتحقيقه من أجل الابتعاد خطوة جديدة في صدارة أندية إفريقيا والعالم، والتأكيد على أن الأهلي في السنوات الحالية يخطط لحقبة ذهبية جديدة من السيطرة على الألقاب محليا وقاريا. إن شاء الله هنتخطى عقبة بطل النيجر، ودي إن شاء الله تكون بوابة التتويج بالنجمة الأفريقية العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء بإذن الله. عندنا النهاردة يمكن أخبار مهمة جدا عن فريق الأهلي واستعداداته لمواجهة بطل النيجر بكرة، هنقولها لحضراتكم بالتفصيل وهنتكلم عن لاعب وانتوا أكيد عايزين تطمنوا عليهم. لكن في ملف الحقيقة يمكن ما أسعفنيش أن أنا أتكلم فيه مع حضراتكم امبارح، والوقت كان ضيق جدا وامبارح كان عندنا ضيوف كتير جدا، لكن بصراحة الأزمات التحكيمية يمكن السنة دي 2021 بدأت بجدل وأزمات تحكيمية صعبة جدا، ومن بداية الموسم كده يعني بيقول يعني ما أعرفش، أعتقد أن الوضع مش مبشر ومش عارفة بصراحة، يمكن حالة الغموض دي شديدة جدا ومبهمة على الأخطاء التحكيمية وتحديدا الفار أو تقنية الفيديو. وده اللي أنا عايزة أتوقف عنده. الناس في اللجنة اللي فاتت لاتحاد الكورة برئاسة عمرو الجنايني اللي كانت بتدير الكورة نجحت ان هي تطبق الفار خلال مباريات الدوري، لكن للأسف الشديد الحكم شفنا يعني حكام بتكسل تشوف الفار او ترجع له. يعني تخيلوا النهاردة ان الأزمة او الكارثة انه حكم الساحة بيكسل يمشي لحد منطقة الفار، علشان كده لو يمكن تاخدوا بالكم من ركلة الجزاء اللي كان بيستحقها احمد رمضان بيكم لما تشد لعب الاهلي في مباراة وادي دجلة، الحكم محمد الصباحي زي ما بقول لحضراتكم كسل يروح يبص عليها في الفار وقال كمل لعب مفيش حاجة. شفنا في مباراة الزمالك وانبي يوم السبت اللي فات كمان يمكن كان في ركلة جزاء لفريق انبي ولم تحتسب، والحكم ايضا تجاهل هذه النقطة وتجاهل العودة للفار. طب ايه؟ نعمل ايه تاني اكتر من الفار؟ يعني نعمل ايه تاني؟ ليه بنقول الكلام دوت؟ بنقول الكلام دوت من بداية الدوري. يعني ارجوكم بلاش كوارث تحكيمية، يعني احنا خلاص يعني يمكن اتعودنا عليها في كل المواسم اللي فاتت، بس ما فيش دوري كده، يعني ما فيش دوري بيعدي علينا كده من غير اي ازمه تحكيميه. يمكن صعب او بقى خلاص، يمكن بقى الناس اللي موجوده النهارده في اتحاد الكوره دلوقتي بتفكر كمان تلغي الفار. على اي اساس؟ يعني احنا ليه بنرجع لورا؟ انتوا ليه عاملين النهارده ودن من طين ودن من عجين؟ انتم مسؤولين. اول مره يا كابتن هاني للأسف، وأنا بتأسف جدا وأنا بقول كده، أول مرة أشوف مسؤولين هم اللي بيفتعلوا الأزمات، وهقول للأسف تاني أو بالبلدي كده يعني بيجروا شكل الأندية. احنا منتظرين ان احنا نشوف ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية، لكن النهاردة يا جماعة لازم يكون في وقفة من الجميع، الحكام يكون عندهم فكرة التسامح مع النفس ديت. طب انا هقول لكم على حاجة تانية بتدل على انه المستوى التحكيم اللي عندنا محتاج وقفة فعلا. انت تخيل النهاردة ان انت عندك قايمة الحكام في كأس العالم للأندية مفيهاش ولا حكم مصري. مفيهاش ولا حكم مصري. ده معناته ايه؟ أنا مش هقول معناته إيه، لأنه معناه واضح. المعنى واضح في جزئين، الجزء الأولاني اللي أنت اتكلمت عليه مهم جدا جدا، تقنية الفار، وإحنا ما زلنا طبعا إحنا كلنا سعداء بدخول تقنية الفار، ده أساسا. لكن إحنا من خلال تجاربنا ومن خلال زي ما أنت بتقولي اللجنة الخماسية تكرمت وقالت إن إحنا عندنا فار، لكن عندنا مشكلة كبيرة جدا في بروتوكول الفار، لغاية دلوقتي ما عندناش الثقافة بالنسبة للحكم وبالنسبة للعيب، بالنسبة حتى للإداريين، خلينا أتكلم معاكي بكل أمانة إن عندهم البروتوكول اللازم لتقنيه الفار. لما بنتكلم على حكم زي ما انت بتقولي يكسل يروح عشان يبص على ضرب الجزاء، هنا الناس هتتلخبط. طب هو ما راحش ليه؟ الفكره بتقول البروتوكول بتاع الفار بيقول ان اللي بيحكم ضربه الجزاء
لو الحكم ما حسبهاش وشايفين الحكام الفار شايفين ان في لا لازم تبص عليها، لازم الكوميونيكيشن يكون واصل، لازم يقول له لا في مشكله حصلت تعالى بص عليها، وواجب على الحكم انه يروح يبص عليها. دي نقطه. النقطه الثانيه كمان يا سام، بروتوكول الفار بيقول احنا بنشوف كل لعيب بيروح للحكم يقول له طب الفار، طب أيوة. الكلام دوت اصلا غلط. اي واحد لعيب يروح للحكم عشان يقول له بص على الفار ده بيستاهل كارت اصفر، ده بروتوكول. الجزء الثالث كمان بنتكلم على حتى الناس الموجوده على الدكه، مدير فني، مدير اداري، اي حد بتلاقي جري على الحكم الرابع بيقول له لا لازم تبص على الفار، كل ده غلط، كل ده بيحط الحكم تحت ضغوط كبيره جدا. كلنا يعني كلنا سبورت للحكم المصري ما فيش شك، لكن الاخطاء كتيره جدا. وانا اعتقد ان شاء الله الفتره اللي جايه ان لازم الناس تشتغل كويس على البروتوكول دوت، لازم ان شاء الله باذن الله يكون في استجابه لدعواتنا ان احنا لازم نشتغل بروفيشنال شويه، وان شاء الله ما يكونش فيه اخطاء تحكيميه. وبعدين ايه فكره ان انا الغي تقنيه الفار؟ انا مش فاهمه الجزئيه. لا مستحيل هتتلغي، يعني مستحيل. انا مش فاهمه احنا ليه احنا بنرجع الى الخلف، يعني ليه بنرجع الى الخلف؟ لا هو قرار الدنيا كلها عماله تتطور من حوالينا واحنا انا اعتقد لا، تقنيه الفار يعني حد ذاتها مفيده جدا، ويمكن اللجنه الثلاثيه اللي جت يمكن الكابتن احمد مجاهد قال بما معناه لازم مراجعه لملف الفار بشكل كبير، لكن اعتقد الامور ماشيه في ان شاء الله البروتوكول يطبق بشكل سليم وحكامنا باذن الله تكون على قد المسؤوليه. اتمنى والله. تعالي نروح لاخبارنا، واكيد اخبارنا هنبدا بالنادي الاهلي. طبعا اعلن موسيماني قائمه الفريق ان شاء الله اللي هتخوض مباراه سونديب بكره ان شاء الله على استاد الاهلي والسلام، طبعا في ذهاب دور ال 32 من ابطال افريقيا. القائمه كالتالي: علي لطفي، حمزه علاء، ومصطفى شوبير حراسه المرمى، احمد رمضان بيكم، محمد شكري، احمد نبيل كوكا، سعد سمير، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، محمد شريف، وليد سليمان، ايمن اشرف، بدر بنون، اليو ديانج، طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، ومحمد مجدي قفشه نقول له الحمد لله على السلامه، علي معلول، احمد ياسر ريان، اكرم توفيق كمان بنقول له الحمد لله على السلامه. دي القائمه ان شاء الله، قائمه الفرقه باذن الله هتخوض مباراه بكره امام السنديب ان شاء الله، نتمنى لهم التوفيق. قائمه على مستوى عالي، رجوع بعض اللعيبه اللي كانت مصابه بكورونا ان شاء الله، يعني النادي الاهلي يوفق بكره ويعمل نتيجه واداء زي ما قلت لك يشرف النادي الاهلي ويكون جرس انذار لكل الفرق في بطوله افريقيا ان شاء الله. طيب دي من الاخبار الايجابيه، الحمد لله من الاخبار الايجابيه ان احنا النهارده خلاص عندنا يعني كهربا جاهز، اكتملت جاهزيته بالفعل، وطبعا ده بعد ما تعافى من الاصابه بالكورونا. النهارده كمان يمكن شارك في المران زي ما انتم شايفين اهو بشكل قوي جدا، ومعاه بطل القاضيه ممكن قفشه واكرم توفيق، ثلاثي الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. النهارده بيشاركوا في المران الجماعي اللي كان العصر النهارده على التتش بعد تحول نتيجه المسحه الطبيه ليهم من ايجابيه لسلبيه. الحمد لله. بنتمنى طبعا الشفاء لكل يعني من اصيب بهذا الفيروس، ودايما بنشدد تاني وبنكرر انه يعني جائحه لعينه ولازم كلنا نتبع الاجراءات الوقائيه يا جماعه. والنهارده يمكن برضو بفكركم تاني ان النهارده بيتم تطبيق الغرامه الفوريه لكل من لم يلتزم بارتداء الكمامه، اي حد مش لابس الكمامه هتطبق عليه غرامه طبعا يعني قيمتها 50 جنيه، ومش عارفين يعني حتى لو ما فيش طبعا عدم التزام بالاجراءات ديت ممكن طبعا الاجراءات دي تشدد فيما بعد. كل واحد كل تحمي واحد نفسك في الاول في الاخر يحمي يعني نفسه ويحمي عيلته ويحمي يعني واحمي بلدك كل اللي حواليه يعني واحمي ان شاء الله بلدك. يعني انا متفائل دايما، وان شاء الله باذن الله 2021 ان شاء الله تكون فيها حل كبير ان شاء الله لهذه الجائحه باذن الله يا رب ان شاء الله. النهارده كمان من خلال استعدادات النادي الاهلي لمباراه بكره كان في اجتماع الفني لمباراه طبعا نادي الاهلي وسمنتيب. الاجتماع كان في مقر نادي الجزيره، مقر النادي في الجزيره، وبحضور الكابتن سمير عدلي طبعا المدير الاداري للفريق، ومحمد اسامه ورامي بكر ورأفت إبراهيم إداري دول إداري الفريق، وكمان العميد علاء صلاح مدير أمن النادي ومسؤول اللجنة طبعا الطبية بالكاف، مسؤولي نادي سونديب، وعد طبعا وعدد من قيادات الأمنية وحكم المنسق أو الحكم ومنسق المباراة. الاجتماع طبعا أصفر على الاجتماع الفني أصفر على الاتفاق على ارتداء النادي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر كالعادة، فيما يرتدي طبعا الحارس الزي الأصفر. من المقرر أن يرتدي طبعا فريق سونديب القميص الأزرق والشورت الأزرق والشراب الأبيض.
بينما طبعا حارس سوني ديب هيرتدي الزي الرمادي. خلال الاجتماع اكيد تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين، زي متعودين دايما الفرق بتوصل ساعة ونص قبل المباراة، ده البروتوكول العادي للمباريات الأفريقية. طبعا التزام تطبيق الضوابط والإجراءات المتبعة طبيا ضد فيروس كورونا، كل الإجراءات العادية طبعا اللي هتطبق بكرة إن شاء الله قبل المباراة، وصول الفرقتين قبلها بساعة ونص، الإجراءات الاحترازية. إن شاء الله المباراة بكرة الساعة 7 إن شاء الله باستاد الأهلي والسلام، وإن شاء الله نتمنى التوفيق بإذن الله. أولا نتمنى إن شاء الله سلامة كل اللاعبين، وبنقول للعيبة اللي رجعت من فيروس كورونا الحمد لله على السلامة، وكمان بنقول إن شاء الله بكرة تاني بقرار مباراة إن شاء الله، يعني مباراة إن شاء الله تكون بشكل جيد على المستوى الفني، نفسنا يكون الأداء كويس، نفسنا نشوف كمان عدد أهداف كبير، لأن ده مهم جدا، مهم جدا. ليه؟ لأن انت إن شاء الله لما الأهلي يكسب بعدد كبير كل النتائج دي بتذاع على القارة الأفريقية، فده بيقول إن الأهلي لا موجود، عندنا سكاوت محترم، عندنا لعيبة إن شاء الله عندها إصرار لمشوار طويل. طبعا المشوار طبعًا لسه طويل جدا طبعًا. وصلنا لدور المجموعات ان شاء الله، لكن مشوار طويل، لكن البدايه دايما بتكون ان شاء الله لازم تكون بدايه قويه ان شاء الله باذن الله. والنادي الاهلي وفريقنا قادر على انه يحقق نتيجه ايجابيه باذن الله بكره يا رب، ويبدا المشوار. الجهاز الفني النهارده للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بقياده بيتسو موسيماني، النهارده كان في جلسه عقدها مع الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق، قبل ما ينطلق مران الفريق النهارده. زي ما قلنا لحضراتكم النهارده العصر كانت التمرينه دي، النهارده الجلسه كانت بتشهد الاطمئنان على اللعيبه سواء المصابين اي لعيبه اخرى، كانوا بيتكلموا طبعا عن الاجراءات الاحترازيه والوقائيه للتصدي لكورونا حفاظا على سلامه الجميع. وكمان النهارده كان متواجد طبعا واليا مهاجم الفريق اللي انضم من الجونه وبعقد 4 سنوات، انتظم النهارده في التدريبات الجماعيه للفريق اللي اقيمت النهارده بعد الدور على ملعب التتش بالجزيره. واليا كمان خد جزء كبير من التدريبات البدنيه وعلى هامش المران الجماعي للفريق، بيجهزه طبعا موسيماني للمشاركه في التدريبات الجماعيه. وكمان اعلن النادي الاهلي التعاقد زي ما احنا عارفين مع واليا لمده اربع سنوات، طبعا جاي من نادي الجونه، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. لسه اخبارنا مستمره مع النادي الاهلي، وعندنا فاصل صغير، وبعد الفاصل هنرجع نكمل اخبارنا، اخبار عندنا اخبار عالميه، عرفنا اخبار فرقتنا ان شاء الله كل التوفيق ليها، بعد الفاصل ان شاء الله جزء من الاخبار العالميه. اهلا بحضراتكم مره تانية في البيت الكبير. اول فقراتنا النهارده مع الناقد المتميز الناقد الرياضي في جريده الاهرام الاستاذ محمد القوسي. مساء الخير على حضرتك. مساء الفل يا كابتن هاني، تحياتي ليك، كل سنه وحضرتك طيب وكل المصريين طيبين بمناسبه العام الجديد والاعياد الجديده، يا رب دايما بخير. كل سنه وانت طيب، وان شاء الله السنه الجايه او السنه دي ان شاء الله تكون سنه سعيده على الجميع ان شاء الله، على مستوى طبعا جائحه كورونا وعلى مستوى كمان فريقنا النادي الاهلي، ويستمر في انتصاراته باذن الله. يعني زي ما كانت 2020 السنه العظيمه للنادي الاهلي في السنوات الاخيره، صحيح، يمكن في العقد الاخير على الاقل 2020 تعتبر سنه مميزه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، سنه كان ختامها مسك الحياه بالنسبه للنادي الاهلي، 3 بطولات وفيها البطوله الاعظم بطولة القارة الأفريقية، وبعد كده كاس مصر وكان قبلهم الدوري، كانت سنة مميزة جدا للنادي الأهلي، والحقيقة سنة مميزة جدا للنادي الأهلي في كل البطولات الحقيقة، بالرغم من جائحة كورونا التي اجتاحت العالم كله، ويمكن النشاط الرياضي توقف حوالي 4 شهور وفي صعوبات كبيرة جدا ومفيش جمهور خالص ومفيش صعب جدا، لكن النادي الأهلي قدر يحقق بطولات كبيرة جدا. يمكن بالأرقام الأهلي على مستوى كل البطولات وعلى مستوى 14 لعبة محقق 455 بطولة، يعني ما شاء الله، يعني إيه النادي العظيم ده، إيه مهما كانت الظروف مهما كانت الصعوبات يظل النادي الاهلي دايما يعني بيجري خلف البطولات او البطولات بتجري خلفه ويصطاد البطولات اينما كانت، في كل الالعاب، في القدم، في السله، في الطايره، في اليد، في الجمباز، في كل الانشطه اللي موجوده في النادي الاهلي الحقيقه، في السباحه، في العاب الماء، حاجه عظيمه جدا، وكان عام مميز جدا للنادي الاهلي. تهانينا النادي الاهلي، تهانينا لاداره النشاط النادي الاهلي، تهانينا المجلس ذات النادي الاهلي اللي وضع ثقله كله في ازاي ينمي هذا النشاط ويخليه نشاط بطولات بالكامل، فحقق بطولات كبيره جدا الحقيقه. ان شاء الله 2020 يعني ما لم تكن 2021 ما لم تكن مثل 20 تكون افضل منها باذن الله يا رب ان شاء الله. يعني يا رب ان شاء الله. البطولات دايما مستمره وعندنا تحديات كثيره جدا في 2021، بدايه من الدور المصري هنتكلم مع حضرتك فيه، كمان مع النجمه العشرة باذن الله، ويمكن دي دايما تبقى البطوله الافريقيه البطوله الاغلى طبعا، والبطوله الجماهير كلها بتحبها، ومشوار النجمه العشرة بدا
بسنوديب البطل النيجر والفوز 1-0، وان شاء الله بكره ان شاء الله مباراه العوده. شايف المباراه ازاي من الناحيه الفنيه ومن ناحيه كمان استعداد النادي الاهلي للسوبر الافريقي والسوبر المحلي وكمان مشوار الدوري الطويل؟ خلينا نبدا في مباراه سنديب النيجر، واللي الاهلي كسب هناك 1-0 ورغم الظروف الصعبه بالملعب السيء، بغض النظر عن الفارق الكبير بين الاسمين الكبيرين النادي الاهلي واحترامنا لبطل النيجر، لكن في فروق كبيره جدا بين الطرفين يعني. لكن انا يعني حابب ان المباراه اللي جايه بكره تتاخد باهتمام كبير جدا يا كابتن هاني، يعني مفيش حاجه اسمها ان الامور محسومه، يعني انا حاسس ان ما حدش مهتم حتى بالمباراه ولا حد ملقي، بس المؤكد ان جوه النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي ما بيعتبروش ما بيعملوش حساب للحاجات دي كلها. صحيح. بيكون في اهتمام كبير جدا، لانك عليك ان تحترم الخصم تحت اي ظرف من الظروف وفي اي جو من الاجواء ومهما كانت النتائج، حتى لو انت مخلص كل حاجه من هناك، لان كره القدم لعبه لا تعترف باي شيء. يعني في بعض المباريات، لو نفتكر ماتش باريس جيرمان وبرشلونه 4-0 في باريس، ورحت لما برشلونه ماتش انتهى 6-1، حد كان يتخيل ده في كره القدم؟ فما فيش حاجه مستحيله في كره القدم مهما كانت الفوارق بين الفريقين يعني. وصحيح، ويمكن يعني قول للساده المشاهدين، يمكن بعد نتيجه 1-0 قلنا نتيجه جيده جدا مقارنه كمان بالوداد، والوداد كان خسر 1-0 من الملعب المالي في نفس الجوله. وبالتالي زي ما حضرتك بتقول، الاسماء هي بتبقى في الملعب، انت بالزبط. جوه الملعب بتقول انا النادي الاهلي، لكن مش قبل المباراه يعني. انت لو لعبت مع فريق واستهنت بيه، انت ما تعرفش الامور ممكن تصير معاك ازاي، ممكن تتعقد، وفي دروس كتيره جدا. صحيح. يعني اتعرضنا لها في الكره المصريه وعلى مستوى الانديه في هذا الاتجاه. فالمؤكد ان النادي الاهلي بياخذ هذه المباراه بماخذ جد جدا، باهتمام كبير جدا، بتركيز، بيسعى بكل القوه للحسم. في بعض الغيابات عنك، زي محمد الشناوي بكره مش موجود في المباراه بسبب طبعا عنده اجهاد في العضله، السوليه لسه لم يتعافى من كورونا، عندك مجموعه من اللعيبه لسه راجعه من كورونا زي كهربا، اكرم توفيق، أفشا. هاني، أفشا، لكن في النهايه دي عناصر داعمه وقويه ليك باذن الله في المباراه. اتمنى ان النادي الاهلي ياخد المباراه دي بقوه، بجديه، بحماس، يسعى للحسم المبكر باذن الله في المباراه، علشان تبقى الامور كلها محسومه، لانك داخل بعد كده على دور ال 16، مهم دور المجموعات ان شاء الله. الاهلي يخش بقوه، لان دي النجمه العاشره بيدور على النادي الاهلي، زي ما حضرتك قلت ان دي البطوله الاعظم للنادي الاهلي والبطوله الاهم اللي بيهتم بيها النادي الاهلي، بطوله الاهلي كان بيبحث عليها من 2013 ووجد ضالته فيها في 2020، اذا هي بطوله صعبه المنال، والاهلي خلال اخر 4 نهايات كان واصل في 3 نهايات يعني، فالاهلي دايما بيبحث عنها يعني بقوه. طيب خلينا نتكلم برضو على ان شاء الله مباراه بكره، من حيث ان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي واهداف المباراه. يعني لما بنتكلم او مدير فني بيتكلم على اهداف المباراه، مش بس على مستوى النتيجه ان شاء الله، لكن على مستوى تجهيز اللعيبه، على مستوى انك ان شاء الله بتستعد كمان انت عارف احنا يعني عندنا مباراه كمان بعديها ب3 ايام، مباراه سيراميكا في الدوري. دلوقتي الحمد لله بعض اللعيبه رجعت، السكواد بتاعك بقى مش متكامل لكن في جزء كبير جدا، فالاهداف ان شاء الله المباراه هتكون انت شايفها ازاي؟ طبعا مهم جدا، بجانب الهدف الاسمى والهدف الاعظم هو انك تحقق الفوز وتتاهل الى دور ال 16 باذن الله، فانك انت بتستغل هذه المباراه فرصه انك بتلعب مباراه رسميه في دوري الابطال، يعني بتطمئن فيها على كل اللعيبه، القوه بتاعتك اللعيبه خصوصا اللعيبه اللي غايبه، اعتقد ان موسيماني هيدي فرص كثيره جدا لعدد كبير جدا من اللاعبين خصوصا اللي كانوا غايبين. ليه؟ كي تذهب الى ماتش سيراميكا، يعني انا بعتبر ماتش سيراميكا واحد من الماتشات المهمه في الدوري، لان احنا اتفرجنا على فرقه سيراميكا لغايه دلوقتي من الفرق القويه في الدوري، فرقه بتقدم كره جيده، الفرقه اللي فيها لاعبين مميزين، الفرقه اللي بتلعب كره حلوه الحقيقه، يعني كان حتى من معظم مبارياتهم كانوا بيلعبوا، حتى الماتشات اللي خسروها كانوا بيقدموا بشكل قوي وشكل مميز جدا، وماشيين بشكل يعني ليهم بدايه حلوه يعني. صحيح. بدايتهم حلوه في المسابقه، فاتمنى الاهلي اكيد هيعمل حساب ده، اكيد موسيماني هيستفيد من ده باطمئنان على كل اللاعبين اللي راجع من الاصابه واللي راجع من كورونا، فدي فرصه عظيمه جدا ليه ان كل عناصر الروتيشن كمان تكون موجوده، عندك عناصر كتيره ممكن تستغلها تعمل عمليه الروتيشن. واكيد هو كمان لما بيكون في ماتشين تقريبا في 4 أو 5 ايام، بيكون هو اكيد مجهز كمان العناصر اللي هيشارك والعناصر، وده هيساعده نتيجه المباراه ان شاء الله، ان انت طول ما انت مطمن على المباراه ممكن تزق عنصر، تشوف شكله الفني ايه، شكله البدني ايه، عندنا عناصر جديده. وده هياخدني ل صفقات النادي الاهلي، والصفقه الاخيره بواليا طبعا، لاعب الجونه، اللاعب الكونغولي اللي بيقدم موسم اكتر من رائع مع الجونه السنه اللي فاتت، بيحرز 13 هدف. شايف الصفقه دي ازاي، وازاي النادي الاهلي يستفيد بيها؟
يعني احنا يا كابتن بقالنا فتره طويله جدا بنتكلم على الصفقه دي في النادي الاهلي، مش بواليا تحديدا ولكن الصفقه الهجوميه للنادي الاهلي. الاهلي يعني بقاله اكتر من موسم بيعاني من وجود نقص في الخط الامامي او الخط الهجومي، فكنا دايما بنبحث عن الاهلي دعم جاب محمد شريف والحمد لله قبل بلاء حسن، وقدر يكليه بصمه مبكره وقدر يكليه بدايات قويه مع النادي الاهلي، جاب 3 اجوال لغايه دلوقتي وظهر بشكل قوي ومميز. جبت احمد ياسر ريان، كان كورونا اثرت عليه ولسه ما خدش فرصته، جبت صلاح محسن، كل ده كان نوع من الدعم الهجومي وتدعيم هذا الخط اللي فيه مشكلات كبيره بالنسبه للنادي الاهلي. انك تجيب صفقه قويه بهذا الشكل زي ولتر بواليا اللاعب مهاجم القوي والمميز، ومهاجم يعني انت مش جايبه لسه هتحط تحت الاخبار، انت شفته في مواقف كتيره جدا، وكان كلام عليه كمان من السنه اللي فاتت انه ممكن ينتقل لاحد الانديه الكبيره. واللي عجبني في الموضوع ان كمان النادي الاهلي في صفقاته بتحصل بهدوء شديد جدا بدون شوشره، وفي الاخر الامور بتبقى خلاص صحيح. النادي الاهلي بيعلن انتقال ايا كان اسم اللاعب. ده صحيح، يعني الاهلي طبعا اكيد متابعه بشكل كبير جدا، متابعه فتره طويله، وقدر النادي الاهلي يحسم لغايه ما انت فوجئت ان خلاص الصفقه بتخلص من الامور، ودي عاده النادي الاهلي في حسم صفقاته، لكن هو هيكون داعم كبير جدا للخط الهجومي للنادي الاهلي. الاهلي فعلا محتاج لكده، واعتقد ان هو مع النادي الاهلي هيكون افضل كتير جدا مما كان حتى مع الجونه، لان الاهلي بيلعب هجومي بطبعه يعني، فاعتقد كم الفرص اللي هيوصله في ماتشاته مع الاهلي اكتر بكتير جدا من مع الجونه. ده حقيقي، لانه كان موجود معانا امبارح في البيت الكبير، والنقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها انه مع الجونه طبعا رقم 13 يعني 13 هدف ده رقم كبير، وهو بيقول لما بكون كمان وسط لعيب عندها امكانيات افضل وعندها خبرات افضل ده كمان هيأثر ايجابيا على اللاعب، وناس كانت بتشبهه ان هو ممكن يكون فلافيو الجديد في النادي الاهلي. لا، والاجمل يا كابتن ان نتمنى طبعا ذلك، الاجمل ان هو هيخلق نوع من المنافسه الكبيره جدا في الخط الامامي، هيعمل دوافع كبيره جدا، هيجر هيدافع عند مرام محسن، دافع عند محمد شريف، دافع عند صلاح محسن، دافع عند احمد ياسر ريان، لان اللي مش هيظهر بشكل كويس مش هيلاقي الفرصه، لان مزدور. بقى عندك فيه بدائل كتيره جدا صحيح. فده في النهايه هيصب في مصلحه الفرقه، وخصوصا في مركز زي الخط الامامي ده بيحتاج اكتر من لاعب، ممكن تلعب بمهاجمين، ممكن تلعب بمهاجم، ممكن صحيح. ممكن تعمل روتيشن وتعمل في بعض المباريات، ممكن لا قدر الله الظروف اللي احنا فيها دي بتتعرض لاصابات كتيره جدا، بتتعرض مثلا لكورونا بتطرد الناس في كل حته، فلازم يكون عندك بدائل كتيره جدا في اكتر من مركز عشان تقدر تحقق الاهداف بتاعتك. الاهلي بيسعى لكل بطوله بيشارك فيها، فلازم يكون عنده اثنين او ثلاثه في كل خط على نفس المستوى وبنفس القدر، اللي لما حد يغيب منهم ما تحسش بغيابه ويقدر يعوض غيابه بهذا الشكل. الاهلي ان شاء الله عمل ده، واعتقد انه هيكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي في دوري الابطال لما ينضم ان شاء الله بدايه من يوم 10 لما يفتتح تسجيل القيد الافريقي، وان شاء الله يكون مع الاهلي في دور ال 16 في الدوري بدايه من ماتش سيراميكا، هيقدر يكون في كاس عالم الانديه في فبراير المقبل، اعتقد انه هيكون دعم كبير جدا للفرقه باذن الله. ان شاء الله يعني كل التوفيق ليه، وزي ما بنقول احنا دايما، وخلينا يمكن بعض الناس امبارح انتقدت شويه ان احنا بنكبر ولسه ما عملش حاجه، احنا بنظهر اللعيب بشكل مميز لكن هو شغله، ودايما كنت بتكلم على عمليه الضغوط، ان هو كمان عارف الضغوط اللي هيكون محطوط فيها لانه بيلعب في نادي كبير، عارف كمان الكومبيتيشن والمنافسه ما بين اللاعبين في مركز راس الحربه هو كمان عارفها، فخلينا نقول ان شاء الله يكون صفقه، يعني صفقه ان شاء الله تكون مميزه للنادي الاهلي. تمام، باذن الله تكون صفقه مميزه، لكن حكايه ان النادي الاهلي يحتفي بيه اعلاميا ده مهم جدا، وده موجود في كل الانديه في العالم، يعني اي نادي في العالم بيضم لاعب وانت مش جايب واحد مجهول، انت جايب لاعب يعني تقريبا كان وصيف هداف الدوري 13 صحيح. هدف يعني تقريبا، فلاعب مميز جدا ولاعب له قيمته، لاعب كلنا بنتكلم عنه يعني حتى من قبل ما يجي النادي الاهلي واحنا بنتكلم على هذا اللاعب الهجومي المميز اللي بيقدر يستغل انصاف الفرص ويسجل منها اهداف، فكون ان المركز الموقع الرسمي للنادي الاهلي يهتم بيه ويعمل معاه حوارات، كون قناه النادي الاهلي تعتني بيه ده مهم جدا، ده بالعكس انا من وجهه نظري ان ده اعلاميا لو ما اتعملش هيبقى قصور، مش عمليه انك انت بتعلم. انا معاك، لان هو انا بتكلم ان هو كمان الولد بيحس ان هو سبورت، ان هو في داخل نادي بقيمه النادي الاهلي، وبالتالي ده الجزء الاعلامي مهم جدا. احنا بنحترم النقد الثاني اللي هو بيقول لك ممكن عقليه اللاعب، لكن انا شايف انه بروفيشنال، ممكن اللاعب المصري شويه ما وصلش للدرجه اللي هو يبقى عنده نوع من انواع خلاص انا وصلت، وبالتالي ممكن ياثر على مستوى الفني، لكن احنا بنتكلم بنشتغل بروفيشنال والنادي الاهلي بيشتغل بروفيشنال، قدمنا الولد بشكل كويس وهو كمان
عرف الجماهير على شخصيته يعني. لا كانت حلقه مميزه، وحتى ردوده هاديه بالزبط. عنده ثقه في نفسه، كلامه هادي ومهذب ومحترم، تحس انه بيتكلم يعني عنده خبرات اكتسبها، وكمان مشواره مع الكوره مشوار يعني اكسبه خبرات كبيره طبعا. جدا طريقته في الكلام حلوه مهذبه، راجل كده شيك. اعتقد ان كان مهم جدا الناس تعرف ده، ومهم جدا ان هو يعرف قيمه النادي الاهلي. وطبعا اكيد عارف قيمه النادي الاهلي وبسمع النادي الاهلي، لكن لما يبقى موجود جوه النادي الاهلي ويشوف النادي الاهلي ويشوف اعلام النادي الاهلي ويشوف احتفاء النادي الاهلي بيه، اعتقد ان ده هيديله دوافع كتيره جدا عشان يجيد ويفيد هذا المكان ويضيف له ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يكون كل الناس اللي جت ان شاء الله على قدر مسؤوليه. وانه زي انت ما بتقولت النادي الاهلي محتاج سكاوت كبير جدا علشان البطولات كتيره جدا. ونيجي للبطوله، والبطوله اكيد دايما البطوله المفضله للنادي الاهلي الدوري، واللي ان شاء الله هي يعني بعد مباراه سوني ديب عندنا لقاء مع سيراميكا، لقاء مهم جدا هتكلم مع حضرتك فيه. لكن هاخدك لجزء التحكيم وجزء الفار اللي اتكلمنا عليه يمكن في الانترو. ما اثير حول عمليه الفار، الغاء الفار، لا التقنيه، لا حتى من خلال المباريتين اللي فاتوا والاخطاء التحكيميه اللي هو عدم الكوميونيكيشن المظبوط ما بين حكام الفار والحكم الساحه. شفت ده ازاي؟ يعني بص كابتن، يعني الفار انا بعتبره من التجارب المهمه جدا في مصر، ووجوده في الدوري المصري اضاف للدوري المصري، ووجوده بيحقق العداله بنسبه كبيره جدا مهما كان في اخطاء ومهما كان في تجاوزات. لكن وجود الفار في الدوري المصري عمل مهم جدا وامر مهم جدا. فكره ان احنا نلغي الفار ونرجع تاني هذا امر مرفوض تماما، مستبعد كمان، مستبعد تماما. ويمكن يمكن البعض يتخيل ان المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه بيطالب بالغاء الفار، هذا لم يحدث على الاطلاق. يعني صحيح. كابتن احمد مجاهد كان جايب الناس عشان يقول لهم على الازمات اللي موجوده في الفار وعلى تمويل الفار وعلى المشاكل اللي موجوده في الفار. ايه الازمات اللي موجوده في الفار؟ يعني كان من ضمنها الحاجات اللي موجوده بالنسبه للتسلل تحديدا، من المشاكل الكبيره جدا اللي موجوده، هي اكبر مشاكل التسلل وضربات الجزاء بصراحه. بالظبط، يعني في حاجات زي كده. كمان موضوع الكاميرات، يعني المفروض انت بتصور يعني ب 15 كاميرا عشان تطلع بقى حاجه يعني عالميه وبروفيشنال، لكن عندنا 6 كاميرات، وست كاميرات يعني من الكاميرات القديمه جدا، فده بيأثر بشكل. يمكن انا بعض الحكام قالوا لي هذه المعلومات، قالوا حتى لما بيروحوا يشوفوا ما بتكونش الزوايا واضحه جدا يا كابتن هاني بالنسبه لهم. يعني زوايا التلفزيون العاديه اللي احنا بنتفرج عليها بالظبط، لكن انت المفروض كحكم بتشوف حاجه زي كده، بتشوف كل الزوايا من كل الاتجاهات بحيث انك تقدر تحكم، زي ما بنشوف مثلا في الدوري الانجليزي. صحيح. سهل جدا على اي حد فينا يحدد اذا كانت ركله جزاء ولا اوفسايد ولا اي حاجه، سهله جدا. اعتقد ان اتحاد الكوره بدا، يعني يمكن كان في اجتماع مع الشركه اللي هي مسؤوله عن الفار، ويمكن كان في كلام برضه كابتن هاني عن ان، وده كلام رسمي طلع، ان المعدات الفار اللي جت ليس هي المعدات المتفق عليها، يعني معدات مستعمله او يعني مش جاهزه بشكل كامل. بالظبط، مش مجهزه بشكل كامل. اعتقد ان يمكن تلافي هذه الاشياء، يمكن تجهيز كاميرات، وضع كاميرات بشكل قوي، شكل مهم جدا ده، علشان يعني يقر العداله الكامله في الدوري المصري. مشاكل كتير ظهرت وازمات كتير ظهرت، يمكن شفنا اخرها في ماتش الزمالك الاخير وماتش انبي، وكانت ركله جزاء واضحه وصريحه جدا، احنا حتى بالعين من مجرد من العاده نقدر نحسبها. يعني وجت ضربه جزاء بيكم عليها كان كلام كبير برضو، يعني كان برضو الناس بتقول الناس بتقول لا، فكل الجدل دوت من خلال، وانا اتكلمت في نقطه حتى البروتوكول الفار نفسه، مناقشه الحكم، امتى الحكم يروح للفار وامتى ما يروحش، امتى اللعيبه تبدا تقول له بص، يعني كل البروتوكول بتاع الفار لسه عندنا شغل كتير فيه. طبعا دي محتاجه، يعني محتاجه تدريب كتير جدا بالنسبه للحكام. يمكن بالنسبه لركله الجزاء اللي في ماتش الزمالك وانبي، يمكن الفار لم يستدع الحكم، يعني ما استدعاش الحكم. هل الحكم لو الفار استدعاه، لان البعض قال لك الفار بيستدعي الحكم والحكم مش راضي يروح يشوفها، لا يجرؤ الحكم. أيوة. ده من بروتوكول الفار، لا يجرؤ الحكم ان يرفض امر بان يروح يشاهد اذا طلع من الفار، لازم. أيوة. يروح ومش هو ما يروحش للفار يقول له شوف لي دي، هو يعني خاصه في ضربات الجزاء لو الحكم قال ضربه جزاء الفار بيشوفها، فبيقول الفار بيجي يقول له لا تعالى شوفها تاني عشان نتاكد احنا عندنا شك، لازم. لكن لو ما حسبش ضربه جزاء والفار ما قالوش حاجه فخلاص، يعني الموضوع بيمشي يعني بيمشي عادي. يعني اكيد في بيبقى فيهم بينهم اتصالات، لكن في بروتوكول الكل بيلتزم بيه. لكن المؤكد التجربه اثبتت ان احنا لازم يكون عندنا تدريب كبير جدا. مزبوط. ويمكن خبراء التحكيم في مصر اكدوا هذا، ان عدد كبير جدا من الحكام اللي عندنا غير مدرب بشكل كافي على الفار. ان شاء الله يتدربوا بشكل كويس، ومفروض اتحاد الكوره يعمل دورات تدريبيه او لجنه الحكام
في هذا الامر علشان تحل كل المشكلات اللي موجوده عندنا في مساله الفار، لان طول ما المشكلات دي موجوده هنواجه ازمات والناس تشكك في الفار. فمطلوب جدا من لجنه الحكام من اتحاد الكوره ان يتم الانفاق على هذا الامر عشان يتم تجهيز الحكام بشكل قوي وبشكل مميز بما يصب في الدوري المصري وبما يحقق العداله الكامله لكل الفرق. لكن التجربه يا كابتن هاني كلها بشكل عام تجربه مميزه، تجربه مهمه جدا، تجربه ناجحه جدا، لانها اقرت العداله تقريبا يعني بنسبه مش اقل من 95-97%. طبعا وده مهم جدا يعني يمكن احد كان بيتكلم في ضربه جزاء، الاول كنا بنتكلم في عشرات ضربات الجزاء، في عشرات الاهداف من تسلل، عدد كبير جدا من الحكام دلوقتي في الاهداف التسلل ما بيحسبهاش غير بالفار، ركلات جزاء معظمها ما بتتحسبش غير بالفار. فمهم جدا ان يكون موجود عندنا ونطوره ويعني نستخدم احدث وسائل التكنولوجيا اللي تسهل على الحكم مهمته في الملعب. ده حقيقي، كل الكلام اللي حضرتك بتقوله كلام مهم جدا، وهناخده ما بين قوسين كده، هل ده اثر على سمعه الحكم المصري بشكل او باخر؟ والنهارده طبعا كاس العالم للانديه ما فيش ولا حكم مصري، في حكم عربي واحد اللي هو محمد عبد الله ده من الامارات. هل تفتكر ان الفار بعدم التقنيه بعدم الامكانيات المفروض تكون موجوده اثر على سمعه الحكم المصري؟ هو بشكل عام بالنسبه لكاس العالم للانديه عشان عدد الفرق قليل، فما بيكونش في فرق تقريبا من الدول المشاركه في النهائيات تقريبا يعني، الا لو كان حكم سوبر يعني. لكن بشكل عام احنا عندنا في تاثير على التحكيم عندنا يعني. الحكم يعني مظلوم يعني بلغه الكره كده، هل الحكم مظلوم في موضوع الفار دوت؟ هل عدم تدريبه، عدم وجود اجهزه بشكل مباشر، عدم وجود صوره واضحه بالنسبه له عشان طبعًا يحدد طبعًا، فدي بتاثر على الحكم وبتاثر على سمعته اكيد؟ طبعا طبعا مؤثره على ده مؤثر على كفاءه الحكام وعلى ادائهم بشكل عام يعني. وبشكل عام عندنا الحكام مظلومين، خلينا نكون صراحه ونكون واضحين، مظلومين من ناحيه ان احنا ما بنهتمش بيهم بشكل كبير جدا، ما بنوفر لهمش الحاجات التقنيه اللي تساعدهم على رفع مستواهم. ما يعني لك ان تتخيل يا كابتن ان بقى لهم سنه مشغلين على النوت، يعني انا حتى بتكلم مع بعض الحكام فبقول له طب يعني لو حكم مسافر بره يعني خارج القاهره وهو من القاهره ومحتاج يسافر سواء طيران او قطر وهيروح يبات، يروح ازاي؟ قال لك على حسابه. لدرجة ان الامر ان لجنة الحكام تختار في بعض الاوقات حكام لديهم مقدرة مالية عشان يقدروا يسافروا بغض النظر عن كفاءة الحكم، المهم كفاءته الماليه عشان يقدر يسافر ويحجز نفسه ويعمل. دي مشكله كبيره جدا. طبعا الطبيعي ان اتحاد الكوره هو المسؤول عن انتقال الحكام. ما بياخدوش انتقال، ما بياخدوش فلوس. سنه كامله ما ياخدوش ولا جنيه. خلاص طبعا اللجنه اللي موجوده دي بدات تصرف الفلوس وهياخدوا الفلوس المتاخرات بتاعتهم. لكن ليه ده بيحصل مع الحكام؟ هو في لاعب بيلعب مجانا؟ هو في مدرب بيلعب على النوتة؟ هو في اداري بيلعب على النوتة؟ في اي حد في المنظومه اللي موجوده دي بيشتغل على النوتة ولا كله بياخد حسابه؟ اشمعنى الحكم اللي هو احد اهم العناصر اللي موجوده ما بياخدش المستحقات الماليه بتاعته؟ ومفترض ان ياخد مستحقات ماليه كبيره جدا. انت بتدير دلوقتي مسابقات يعني فيها لاعبين بملايين كتيره، مسابقات بمليارات، المسابقه الدوري مليارات، الدوري المصري يعني. فازاي الحكم ياخد ملاليم 2500 و3000 و4000؟ لا، المفروض ياخد حاجه يعني تخليه ممكن يبقى شبه متفرغ للتحكيم عشان يقدر يصرف على نفسه، عشان يقدر يطور نفسه، عشان يقدر يعني يعمل كل الاشياء اللي تخلي منه حكم مميز وحكم قوي، ان ذهنه يبقى متفرغ فقط للعمليه التحكيميه، مش انا موظف وبفكر في شغلي ووظيفتي والفلوس اللي هنفقها وفي الاخر ما باخدش شيء من التحكيم. فعلى اتحاد الكوره هذا ملف مهم جدا، واعتقد ان على رابطه الانديه المحترفه ان شاء الله لما تتكون، وهي يعني قريبه منا جدا الان حسب ما اعلن، ان هيتم فتح باب الترشح ليها من الانديه، هتبدا كل نادي يرشح عضو لي. انتخابات امتى يا استاذ محمد؟ هم قالوا لنا بس الاسبوع الاول، سمعنا الاسبوع الاول من يناير، الاسبوع الاول من يناير خلاص اوشك على الانتهاء يعني. العلاقه ما بين طبعا اللجنه الخماسيه اللي رحلت واللجنه الثلاثيه وعمليه الصدام الغير مباشر واستغلال السوشيال ميديا شويه في عمليه التاثير على المجموعه اللي موجوده، وبعض القرارات اللي حضرتك عارف ان الفيفا محدد خلاص يا جماعه لو ما فيش انتخابات لغايه 31 يناير هتبقى الموضوع مشكله وفي عقوبات كبيره يعني. يوم الاربعاء اعتقد هيكون يوم حاسم في هذا الامر، لان طبعا كان في قرار من الدوله ان ما فيش جمعيات عموميه، وبشكل عام ممكن يتم استثناء اتحاد الكره ان هم كلهم 96 عضو يعني او 100 عضو، ما فيش مشكله حتى لو 150 ما فيش ازمه يعني. فالامر بشكل نسبي بيقول خلال 48 ساعه سيتم حتم الامر، وهيتم الاعلان عن مواد الانتخابات اللي هتجرى قبل نهايه الشهر الحالي يعني. ان شاء الله ده موضوع يعني ان شاء الله باذن الله موضوع شبه محسوم، ما فيش مشكله يعني بالنسبه له. فنتمنى ان احنا نخلص من القصه دي حتى عشان الكره المصريه برضه ما تعرضش لاي ازمات، لان واضح ان الفيفا خلاص واخد قراره بشكل واضح ومحدد. ونتمنى ان الصراعات اللي موجوده زي ما حضرتك بتقول بين اللجنه الخماسيه واللجنه الثلاثيه، لان
في ازمه كبيره جدا زي ما حضرتك بتقول وكلام كتير جدا في هذا الامر، ان احنا يتم حسم هذا الامر بشكل نهائي يعني. ولو في اي مخلفات الجهات المحاسبيه والجهات الرقابيه موجوده، هي تقدر تشوف طريقها لو في اي حد عنده مخالفه في هذا الاتجاه يعني. صحيح. ان شاء الله الامور تمر بسلام، واول اول حاجه ان شاء الله يكون في يعني رابطه الانديه المحترفه، ده عنصر مهم جدا جدا ان شاء الله يكون موجود يدير الدوري المصري بشكل افضل على يعني المسابقات، على شكل الفاليو، على شكل الاقتصاد، كل دوت من خلال يعني الرابطه اللي تكون موجوده. وانطلاقه الدوري 2021 انطلاقه جيده جدا، شايف انطلاقه الدوري او المستوى الفني لفرق الدوري في خلال يمكن الاربع خمس اسابيع اللي فاتوا ازاي؟ تمام، يعني قبل ما اخش مع حضرتك في المستوى الفني، عايز بس الرابطه بشكل عام ازاي تتكون؟ مهم يعني جدا. طب الرابطه احنا عندنا 18 نادي في الدوري الممتاز، كل نادي هيرشح حد من خارج مجلس الاداره، يعني النادي هيختار شخصيه مناسبه مؤهله طبقا لمعايير معينه ومواصفات معينه مطلوبه، هيرشحوا ويخشوا، هيدخلوا الانتخابات، وهيتم التصويت من قبل الانديه على اختيار خمسة من 18 بلس 2 من اتحاد الكره، بقوا 7 وهيختاروا منهم رئيس الرابطه. وتقدر بقى الرابطه دي تشتغل، يعني هيختاروا من السبعة رئيس من السبعة رئيس. لا هيختار هم منهم من بينهم رئيس. يعني اعتقد ان ده هيكون محسوم في عمليه الترشيحات وعمليه الانتخابات الاول، يعني هيكون في تنسيقات كبيره جدا بين الانديه يعني حسب متطلباتها او الشخصيه اللي هتخش او الشخصيه اللي هتزج بها بعض الانديه يعني. الرابطه دي هتكون مهمتها ايه؟ مهمتها مسؤوليه كامله عن اداره مسابقه الدوري الممتاز المصري لكره القدم. اتحاد الكره ملوش علاقه خالص بالمسابقه دي، فهي مسؤوله عن رعايتها، عن تسويقها، عن مبارياتها. اتحاد الكره بقى عن المنتخبات. اتحاد الكره فقط، المنتخبات. عن طبعا اللجنه دي، الرابطه دي اول ما تيجي هي اللي هتعين لجنه المسابقات، ويبقى عندها لجنه شؤون اللاعبين ولجنه الحكام، كل الحاجات دي هتبقى تحتها. وهناك اتفاق كامل ما بين الانديه وبين اتحاد الكره ان هذه الرابطه هي المسؤوله مسؤوله كامله، ولا تدخل في عملها من قريب او من بعيد. والرابطه دي كلها حسابها البنكي، ولها فلوسها الخاصه، ولها شعارها، ولها حاجه مستقله تماما، لكن ممكن يكون في تنسيق على مستوى على الخطوط العريضه اللي هي تخدم صالح الكره المصريه طبعًا. ما بين الاتحاد الكره اللي هو وبين الرابطه اللي هي بتدير المسابقه يعني. اتحاد الكره هيبقى عنده المنتخبات وعنده مسابقات، وهيبقى عنده مسابقه كاس مصر هيدير اتحاد الكره، عنده كاس السوبر، حاجات بهذا الشكل. نتمنى ان التجربه دي تنجح، لكن عشان تنجح التجربه دي يا كابتن هاني علينا يعني احنا ما بنشتغلش لوحدنا، الناس تعين بالنماذج السابقه، وقلنا الكلام ده مرارا وتكرارا، عندنا دوريات عالميه موجوده، الدوريات الكبرى الخمسه في العالم بتشتغل بالنظام طبعًا ده. طبعا ما فيش مانع ان احنا نطلع ونشوف وندرس وناخذ منه ما يناسبنا ويناسب مجتمعنا ويناسب عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا ويناسب قيمتنا الاقتصاديه ويناسب مسابقتنا ويناسب فرقنا وانديتنا ويناسب الكره المصريه واللي يساهم في تطوير الكره المصريه بشكل عام، نقدر ناخذ منه ما يناسبنا بس نقدر نستفيد منه وناخد افكار ونطور من هذه الافكار ونضيف ليها ان شكل. اعتقد ان الرابطه دي لو تمت هتكون خطوه مهمه جدا للكره المصريه ان شاء الله في المرحله المقبله ان شاء الله. والرابطه كمان مهم، اعضاء الرابطه ورئيس الرابطه ده كمان اعتقد هيكون في تنوع في الامكانيات. انت الرابطه بتتكلم على رابطه بتدير الكره المصريه مش على الجوانب الفنيه بس، لكن كمان على الجوانب الاقتصاديه طبعا. وده مهم طبعا. جدا على جوانب الماركتنج والتسويق، ده مهم جدا. وبالتالي ان شاء الله نشوف نموذج لرابطه بدايه جديده للكره المصريه من خلال الانتخابات، يعني انتخابات هتقام الاول وبعد ما اعلان اتحاد الكره عن نجاح ايا هيكون هيتم انشاء هذه الرابطه ان شاء الله. نروح بقى للجزء الثاني من حضرتك اللي هو الدوري، يعني شايف ان الدوري السنه دي دوري ممتع، دوري قوي، دوري مثير، دوري فيه الفرق كلها عندها اهداف وطموحات. يعني بص القمه عليها اكتر من حد، القاع ما فيش، ما تعرفش مين رايح فين ومين جاي منين، الفريق اللي بيخسر ماتشين بيرجع يكسب ماتشين، تحس ان 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 الفكر اتغير في كره القدم عند الفرق في الدوري المصري. اللي ادى لده الصفقات الكبيره اللي معظم الفرق دعمت بيها، وكمان الايام دي بيدعموا تاني اكتر، فده بيقوي الفرق وبيقوي دوافعها، وشايفين منافسه قويه جدا، شايفين نسب عاليه من الاهداف بترتفع وبتنخفض. يمكن كان الاسبوع الثاني والثالث اعلى نسبه تهديف، وصلنا للمعدل اكثر من 3 اهداف في المباراه تقريبا، لكن بترجع نسبه التهديف زادت برضو في الاسبوع ده. ففي اداء هجومي قوي، في اهداف جميله بتتلعب
في شكل تكتيك حلو جدا، في مستويات بدنيه عاليه جدا موجوده في المسابقه، في لعيبه تاني ظهرت. اعتقد ان القماشه بدات توسع قدام الكابتن حسام البدري، ده مفيد للكره المطريه. ممكن الكابتن حسام اكد على ده نفسه لما قال لك ان في 3 4 لعيبه ممكن اشوفهم، لا ده في عدد كبير جدا من اللعيبه بدا يظهر بشكل قوي جدا، بدا يظهر عندك مهاجمين، بدا يظهر عندك مدافعين، بدا يظهر عندك ناس في الاطراف. ده مهم جدا بجانب انه يعمل لك مسابقه عاليه، هيصب في مصلحه المنتخب الوطني اللي داخل على تصفيات كاس الامم الافريقيه، تصفيات كاس العالم سنه 21 دي بالنسبه لنا مهمه جدا جدا طبعا. جدا لان احنا عندنا مونديال 22 في قطر، وعندنا الاولمبياد، عندنا الاولمبياد، وعندنا تصفيات كاس الامم الافريقيه، وعندنا كاس العالم، تصفيات كاس العالم طبعا، لان قبل نهايه 21 ان شاء الله هتكون تقريبا خلاص. المهم جانب كبير جدا من التصفيات اتحسم. صحيح. بالنسبه للمونديال اللي هيتلعب في قطر باذن الله يعني. ده المسابقه ماشيه بشكل جيد، ماشيه بشكل قوي، ماشيه بشكل كبير، ماشيه بشكل منتظم باستثناء ماتش الاهلي والزمالك اللي تم تاجيله. الظروف كلنا نعلمها، ودي خارج ارادتنا كلنا يعني، او خارج حتى سيطره اتحاد الكوره يعني. صحيح. طيب من جزئيه وناخد من سلبيات السنه اللي فاتت ونحاول السنه دي ان شاء الله يكون في يعني ايجابيات اكتر، لكن مش واضح تغيير المدربين وملف تغيير المدربين. النهارده يمكن اعتذار الكابتن طارق العشري عن القياده الفنيه لطلائع الجيش، قبليه كان ريكاردو من الاسماعيلي، وكمان كابتن طلعت يوسف يمكن ما نزلش حتى تدريبه واعتذر عن الاسماعيلي. هل تفتكر الكراسي الموسيقيه بالنسبه للمدربين والبند اللي محطوط من اتحاد الكوره السنه دي في اللائحه ان ما فيش مدرب يقدر يشتغل مع فرق اكتر من فرقتين في الدوري هيكون ليها تاثير، وشايف ازاي رجوع الكابتن عبد الحميد بسيوني لطلائع الجيش؟ احنا طبعا معظم الفرق ما غيرتش يعني، الفرقتين طبعاً اللي حصل فيهم تغييرات اللي هو النادي لسه في الاسبوع السادس. ما بقول لك يعني النادي الاسماعيلي والنادي وطلائع الجيش. طلائع الجيش طبعا يمكن لسه حالا دلوقتي قبل ما نطلع هوا كان خبر اللي هو ان طارق العشري غادر منصبه في طلائع الجيش، وعاد عبد الحميد بسيوني مره اخرى. وقبل ما يجي طارق العشري كان عبد الحميد بسيوني، والحقيقه كابتن بسيوني كان عامل نتائج مميزه مع الجيش ومفنش الموسم اللي فات بشكل قوي بشكل مميز. وبعد كده احنا يعني جه كابتن طارق العشري ولم تساعده النتائج، بدايه كان اول ماتش ليه يمكن مع كان في كاس مصر وما وفقش الراجل، وخلاص لا وفق في كاس مصر ولا وفق في الدوري. الدوري طبعا كل النتائج كلها سلبيه بالنسبه لفريق طلائع الجيش، حقيقه تقريبا نقطه محل لغايه دلوقتي، ودي لا تناسب فريق طلائع الجيش اللي عودنا على مستويات كويسه ودايما من فرق المنطقه الدافئه جدا. مزبوط. يعني فده اول تغيير. اما النادي الاسماعيلي فده يعني اللي فيه مشكله كبيره جدا في التغييرات، ده غير وغير وغير يعني، من ريكاردو للكابتن طلعت يوسف للكابتن محمد وهبه للكابتن ابو طالب العيسوي. دلوقتي بتتكلم اربع مدربين لسه في ثلاث اربع اسابيع من الدوري او خمس اسابيع. ايه اللي بيحصل في النادي الاسماعيلي ده كتير قوي على النادي الاسماعيلي. ممكن شفنا النادي الاسماعيلي مهتز بشكل كبير جدا في مباراته الاخيره مع المقصه، خسر 3-1، مع ان المقصه من اقل الفرق اللي دعمت السنه دي، مع المقصه من اكثر الفرق اللي كنا متوقعين انها تعاني في الدوري. فكون الاسماعيلي يمكن كل التغييرات دي ظهرت على الاسماعيلي في مباراه المقصه، شيء طبيعي جدا الاسماعيلي يعني يستقبل شباك، تستقبل شباك وثلاث اهداف. النادي الاسماعيلي الكبير بيخسر بثلاثه قدام المقصه، ده نتيجه التغييرات الكبيره جدا، لان مش معقوله بتكلم في خمس مباريات كل مباراه مدرب في النادي الاسماعيلي. لا اللعيبه هتحترم المدرب، ولا اللعيبه هتبقى منتظمه، ولا اللعيبه هتبقى منضبطه، ولا اللعيبه عندها فكر ورؤيه حافظاها او حافظه تكتيك معين او خطط معينه، ولا اي مدرب قدر يشتغل ويعمل حاجه يعني. وحتى المدرب اللي هيجي هيبقى تحت ضغط، انا جاي نادي لو ماتشين ثلاثه الامور ما مشيتش هو بالتالي هيبقى في اقاله او استقاله. فالامور دي كلها يعني الشوشره الاداريه او عدم الاستقرار الاداري داخل النادي الاسماعيلي هو ده السبب، ولا الكواليتي بتاع اللعيبه؟ شايف الجزئين انهي فعلا؟ النادي الاسماعيلي عنده كواليتي من اللعيبه تديله الاولويه انه ينافس على حتى المربع الذهبي، ولا الاداره هي السبب في المشاكل كلها؟ بص احنا دايما متعودين على الاسماعيلي ان هو بيفرخ نجوم، ان هو بيصنع نجوم، ان هو بيجيب حاجات مجهوله ما نعرفهاش ويلمعها ويقدمها لنا كذهب خالص. ومعظم نجوم الاسماعيلي الكبار اللي شفناهم في الكره المصريه الاسماعيلي كان جابه حتى معظمهم من الدرجات الادنى في الكره المصريه، وقدر ياخدهم ويلعب بيهم لان عنده عين كويسه بتشوفه، بيجيب لعيبه باسعار قليله جدا وبتوصل اسعارها الملايين، وبنشوف ده دايما يعني. صحيح. ففكره اللعيبه مش دي المشكله، انا من وجهه نظري المشكله في النادي الاسماعيلي في الاداره، هي الاداره هي دي الازمه الموجوده في النادي الاسماعيلي اللي هي ما بتصبرش وما بتحملش واختياراتها غير جيده، خصوصا في القيادات الفنيه للفريق. يعني لو ضربنا مثلا شوف نادي اسوان، نادي اسوان السنه اللي عدت
كان بيدربه كابتن مجدي عبد العاطي وساءت نتائجه، ورغم ذلك تمسكوا بيه وفضلوا ماشيين معاه لغايه ما كابتن مجدي هو اللي قرر الرحيل علشان هو اللي قرر ماليه، هو اللي قرر اللي يمشي، وجه كابتن كشري وكمل. السنه دي كابتن سامي الشيشيني بالرغم انه عمل انتصارين خسر 3 مباريات، البعض كان بيتكلم انه يمشي، يطلع نادي اسوان ويجدد لك الثقه موجوده فيه. الفكره ده طبعا يعني النادي الاهلي طول عمره بيشتغل بالطريقه دي، يعني النادي الاهلي عمره ما بيشتغل بالقطعه مثلا مع ناس، او انت المفروض يبقى عندك بتشتغل بسيستم النفس الطويل يعني. فاللي بيحصل في النادي الاسماعيلي هو ده اللي انا في اعتقادي يعني. يا استاذ محمد، النادي الاسماعيلي نادي كبير جدا، وجماهير النادي الاسماعيلي بتحب الكوره، واحنا كمان بنحب النادي الاسماعيلي وبنحب كورته. في وجهه نظري الشخصيه ان النادي الاسماعيلي محتاج مشروع ان هو يشتغل على نفسه 3 سنين، مش كل سنه يقول لك انا لازم السنه دي هنافس على المربع الذهبي. لا، انا في اعتقادي الشخصي انه يجيبوا مدرب كفء على مستوى عالي جدا، وكثير من حتى من ولاد الاسماعيلي او حتى مدرب اجنبي، ويديله مشروع لمده 3 سنين. انت عندك زي ما انت بتقول عندك جزئيه السكاوتنج، يبدا يدور على لعيبه مناسبه في مشروع 3 سنين. في خلال ال3 سنين دول والجماهير هتكون عارفه الكلام ده، فهتصبر شويه على الاداره. احنا عندنا مشروع لمده 3 سنين، خلال ال3 سنين الجايين هنقول النادي الاسماعيلي بيشارك في البطولات الافريقيه، النادي الاسماعيلي ينافس على الدوري. فالعمليه الاداريه لازم يعني تاخد جزء ان هو جزء علمي وتخطيط، انك تجيب مدرب كويس تقول له انت عقدك معايا 3 سنين، انا عايز خلال ال3 سنين دول يبقى نادي الاسماعيلي في الحته كده. ده كلام جميل جدا وكلام محترم جدا، وبنتكلم ده النادي الاسماعيلي، لان احنا النادي الاسماعيلي ضلع مهم جدا في الكره المصريه، ويعني يعتبر حجر زاويه. والواحد كان متخيل ان مع دخول فرقه زي بيراميدز مع الاهلي والزمالك، تخيل لما يبقى الاسماعيلي فعندك 4 فرق بهذا التقل، وبتلاقي داخل معاهم المصري وداخل معاهم الاتحاد، وبص والانديه الخاصه داخله، شايفين سيراميكا داخل، فلما تلاقي 7-8 فرق داخلين بشكل قوي جدا، ده هيرفع لك المستوى في الدوري المصري، وده هيصب في مصلحه الكره المصريه والمنتخبات بشكل عام. يعني نتمنى ان بتوع الاسماعيليه يقعدوا ويخططوا ويدرسوا ويشوفوا الغلط فين، ويبداوا يتحركوا من دلوقتي ويعملوا مشروع اعاده نهضه كره القدم في نادي الاسماعيلي. ده مهم جدا، وخاصه زي ما انت بتقول ان النادي الاسماعيلي او ما جوار حوالين النادي الاسماعيلي ممكن يبقى فيه سكاوتنج، يكتشف لعيبه خلال 3 سنين، يبقى عنده سكاوتنج محترم، عنده مدرب يعني يوصلهم للنقطه دي. فاحنا طبعا نتمنى التوفيق، خاصه النادي الاسماعيلي من الانديه الواحد بيحب كورتها. لا طبعا من الانديه الجميله طبعا. تعال نروح ان شاء الله النادي الاهلي بكره ان شاء الله يعدي المباراه بسلام وما يكونش في مشاكل، لكن عندنا يوم الجمعه مباراه مهمه، مباراه سيراميكا. تقييمك للمباراه ديت وتقييمك للثلاث الوافدين من الممتاز بيه، لو بنتكلم على غزل المحله بنتكلم على البنك الاهلي وسيراميكا، خلال المشوار الصغير الخمس اسابيع في الدوري. لا طبعا الوافدين يعني لاول مره نشوف وافدين اقوياء، لانهم يعني لهم صرفوا كتير جدا على الفرقه بتاعتهم، وتقريبا بدلوا جلدهم بالكامل، يعني باستثناء غزل المحله ما قدرش نقول بدل جلده، غزل المحله قدراته الماليه محدوده، لانه في النهايه نادي بيتبع الدوله او الوزاره، فما بيصرفش كتير جدا زي البنك الاهلي او زي سيراميك، دول انفقوا بشكل كبير جدا. لكن الثلاثه الحقيقه عملوا مردود كويس في مباراه الاولانيه بتاعتهم، قدروا يعني كلهم دلوقتي ما بين 6 نقط أو 7 نقط، حاجه جميله جدا وحاجه مميزه جدا، افضل من فرق كبير جدا لها تاريخ كبير جدا في الدوري الممتاز يعني. فدي يعني دخله قويه او طلعه قويه جدا، خصوصا لفرقتين لاول مره بيتحطوا في الدوري الممتاز، البنك الاهلي والسيراميك، لم يسبق لهم عبر التاريخ ان كانوا لعبوا في المسابقه. فطبعا ده شيء مميز جدا ليهم، وتحيه ليهم، نتمنى ليهم التوفيق، نتمنى انهم يوصلوا تجربتهم الحلوه الجميله دي اللي هتسر الكره المصريه وهتضيف لها يعني بشكل كبير جدا يعني. اكيد. دول اتكلمنا على سيراميكا والمستوى اللي بيظهر بيها، كانت بالنسبه لنا مفاجاه انه بيظهر بشكل كويس. طبعا دعم بشكل كبير جدا، جاب لعيبه على مستوى خبرات الدوري، جاب لعيبه مميزه جدا، لكن المستوى الفني اللي بيقدمه مستوى جيد. حتى رغم الهزيمه اعتقد كمان من بيراميدز يعني في بيراميدز عاملين ماتش حلو جدا الحقيقه يعني، وكانوا قاب سنه وادنى من التعادل، وقدروا يوصلوا وبيوصلوا وبيصنعوا فرص، وعملوا نسبه استحواذ حتى حلوه يعني. اما انا ما بعولش قوي كتير على نسبه الاستحواذ، بس الفرقه اللي تقدر تمسك كوره وتلعب كوره وتتحرك بشكل جيد وبتنوع الاداء بتاعها وبتنوع الهجوم بتاعها وبتقدر تتصدى الفرقه بحجم بيراميدز فيها لعيبه خبرات كبيره جدا. بالنسبه لك بيراميدز انطلاقته في الدوري غير متوقعه؟ طبعا انطلاقه بيراميدز غير متوقعه في الدوري على الاطلاق، مقارنه بقيمة اللعيبة اللي موجودة فيه، ومقارنة بحجم الإنفاق اللي عمله على الفرقة علشان يطوره ويرفع من مستواه ويتنافس بشكل كبير جدا. يعني شفناهم حتى في الماتش الأخير مع الإنتاج، يعني لو كان وصلوا للتعادل كانوا هيبقوا سعداء، لكن طبعا اتحقق لهم الفوز. لكن في النهاية الفرقة تحس إن عندها صعوبات كتيرة جدا، تحس إن
كمجموعه لعيبه كويسين، مع ان عندهم مجموعه لعيبه. انا بقول لحضرتك كمجموعه لعيبه حلوين، لكن كفرقه مش حلوين، كفريق ومجتمعين مع بعضهم وبيقدوا بشكل جماعي مع بعض مش مميزين بشكل كبير. يعني اعتقد قدامهم وقت، يعني محتاجين عشان ينصهروا مع بعضهم في بوتقه واحده، وتصبح اللي يصبح ان كل دول فرق واحد، تيم واحد بيلعبوا كله بيخدم على بعضه. لكن انا شايف ان تحس ان في كتل في الفرقه يعني صحيح متفرقه بالنسبه لهم. يعني طبعا نيجي لفرقه تانية طبعا بتمثلنا على المستوى الافريقي، المقاولين العرب. بدايته يمكن في الاول ما كانتش بدايه موفقه، ويمكن المشوار الافريقي يمكن تعادل هنا مع النجم الساحلي وغياب الكابتن عماد النحاس. طبعا بنقول له الف سلامه على طبعا سفره البعثه مع لمباراه العوده. شايف المقاولين العرب خاصه ادى موسم اكتر من رائع، شايف مشواره في الدوري ازاي وعلى المستوى الافريقي؟ بص يا كابتن، دي أسوأ بدايه للمقاولين انا عمري ما شفتها ليه قبل كده، حتى بغض النظر عن الموسم الاستثنائي الجميل اللي عمله في السنوات الاخيره، الموسم الاخير اللي خد فيه المربع الذهبي كان موسم مميز جدا ليه السنه اللي فاتت. دي أسوأ بدايه للمقاولين، عمري ما شفنا المقاولين يلعب 5 ماتشات عنده 3 بونت فيهم، يعني اقل من الضعيف جدا، يعني ما حدش كان يتخيل هذا الامر على الاطلاق. وكانت مفاجاه بالنسبه لنا طبعا مفاجاه كبيره جدا. انت بتتكلم في المقاولين فرقه مستقره معاها مدربها من السنه اللي فاتت، شاف الفرقه مدعم كابتن عماد النحاس، من الناس اتكلمت عنه بشكل ايجابي كبير جدا، مدرب والناس كانت بتطرح اسمه، كان من المدربين الواعدين المميزين جدا. فتفاجئ انه 4 مباريات 0 من النقاط كانت حاجه صعبه جدا على نادي المقاولين العرب. يعني فالحقيقه يعني خدت 3 بونت دول الى حد ما بدا يستعيد توازنه، لكن المقاولين واجه صعوبات كبيره جدا بسبب كورونا. يعني كتير قوي. ماتش النجم الساحلي ماتش الذهاب هنا، يعني الفرقه كانت بتلعب وتقول يا رب استرها معايا واطلع بالتعادل. صحيح. وهو بيلعب على ارضه، المفروض ان هو يحسم الامور مع النجم الساحلي، بالرغم ان النجم الساحلي من الفرق مش الفريق اللي احنا نعرفه زمان، لانه فقد كتير جدا من قوته ومفيش تدعيمات ليه، ومتراجع بشكل كبير جدا في الدوري التونسي. يمكن عنده 2-3 لعيبه مش اكتر من كده اللي هم الى حد ما قادرين يشيلوا الفرقه لغايه دلوقتي، لكن المقاولين في حالته الطبيعيه كان يكسب هنا بفرق جون و2 و3 زي ما تقول قول، لكن قدر يتعادل. فطبعا ده صعب موقفه. الاصعب ان امبارح كان عدد كبير جدا مصاب من الجهاز الفني، كان الجهاز الفني تقريبا كله مصاب بكورونا، كابتن عماد النحاس، علاء عبد الغني، رامي عادل، حتى رامي ربيع الاداري. حتى كان في قلق كبير جدا ان الفرقه تسافر من غير اي حد من عناصر الجهاز الفني، ففي مشكله لغايه ما عملوا مسحه وعرفوا مسحتها قبل السفر صباحا، والحمد لله رامي عادل طلع ما عندوش كورونا. لكن المدير الفني والمدرب العام والمدير الاداري دول كورونا بره، ما سافروش مع الفرقه بالاضافه لبعض اللاعبين. اعتقد ان مهمته صعبه، هتاثر هناك طبعا بالضبط، لكن ربنا ان شاء الله يوفقهم، واللعيبه تقدر هذا الظرف ويكافحوا ويقاتلوا. لكن طبعا يعني اصابات جايه للمقاولين في وقت صعب جدا، يعني كنا نتمنى ان المقاولين يقدر يتجاوز المباراه دي ويدخل لدور ال 16 بعد كده، الامور هتكون ايه يعني افضل بالنسبه أفضل له طبعا يعني. ويرتب او يتجاوز حتى المرحله دي، وبعد كده المباراه اللي جايه هتكون الكابتن عماد النحاس، يعني كابتن عماد النحاس خف وموجود مع الفرقه، اعتقد ان كان ده هيسهل من مهمتهم. لكن الامور صعبه جدا بالنسبه لنادي المقاولين العرب، لكن ما يؤكد ان المقاولين العرب نادي بيشتغل بشكل مؤسسي، ان رغم كل هذه الخسائر الناس متمسكين بعماد النحاس وبيدعموه بقوه وبيدعموا الفرقه وما هدوش الجهاز الفني، ومتمسكين بيه وماشيين في طريقهم لانه عارفين قدرات المدرب. صح بالظبط، انا معاك، لان هي دي الاداره الصح. انت ما ينفعش المدرب ماشي معاك بشكل اكتر من رائع بقاله سنتين وبيعمل نتائج رائعه، والكيرف مع بدايه الموسم وارد جدا نتيجه حاجات كتيره جدا بالزبط. وبالتالي بيدعموه بشكل كبير بالظبط. دي كابتن فكره انك انت عندك قناعه بالمدرب ولا ما عندكش قناعه بالمدرب بالزبط. عندك قناعه بالمدرب هتتحمله. المقاولين بص بشكل عام مش هيهبط للدرجه، لا طبعا لا، واخد بالك، والمؤكد ان هو هيستعيد مستواه، لانك انت عارف مدربك جاي، المدرب الموجود عندك ده عنده قدرات وهيقدر ينهض بالفرقه، زي ما احنا شايفين ايهاب جلال في المقص مديله ثقه كبيره جدا مع انه ما عملش فرقه تقيله الحقيقه يعني. والنتائج الاخيره ما كانتش، بالرغم من يعني الفوز، لكن النتائج قبل كده ما كانتش كويسه. ما كانتش كويسه، وقدر يعمل انتصارات ويحقق عنده 7 نقاط دلوقتي طبعا، يعني هايل يعني ما شاء الله عليه. فاعتقد ان ده شيء كويس من نادي المقاولين العرب، ودي الانديه الكبيره والمؤسسات اللي بتحترم المدربين. مين من خلال رؤيتك للدوري خلال الاسابيع اللي فاتت، من اللاعبين ولا من المدربين اللي شايف ان لا ده مدرب ليه بصمه واضحه جدا على فرقته، ومين اللعيبه اللي لفتت نظرك من خلال الـ5 اسابيع اللي فاتت؟
يعني مدربين طبعا، عندك مدرب سيراميكا هيثم شعبان مدربين كويس طبعا، مدرب كويس يعني اول مره في الدوري الممتاز، والاداره اديته الثقه الحقيقه، وقدر يتحرك بشكل كويس جدا ويعمل نتائج كويسه، شيء جيد يعني. عندك النادي المصري علي ماهر برضو ماشي بشكل جيد مع النادي المصري وقدر يدعم وماشيين كويس، يعني تقدر تقول في شبه تكافؤ بين معظم المدربين يعني ماشيين، لسه محتاجين جولات اكتر ان احنا نقدر نحكم عليها بشكل قوي وشكل مميز يعني. اللاعبين مثلا لفت نظرك، اسماء لفتت نظرك بالنسبه لاول خمس اسابيع، ولا انت شايف لسه الامور لسه يعني إيه يعني في اكتر من اسم، لكن الشيء اللي جاب يعني تلاقي عندك مثلا بقى عندك محمد شريف يظهر كلاعب مهاجم قوي وفاز في الدوري المصري. على فكره محمد شريف تحس انه قماشه ثانيه مختلفه، يعني محمد شريف في انبي كان بيأدي بشكل كويس مع النادي الاهلي، تحس ان اللعيب المركز راس الحربه في النادي الاهلي بقى عندك نوعيات مختلفه. محمد شريف بيروح على الجون على طول، وشه الجون، عنده تحركات، بيلعب بدماغه كويس. عندك صلاح محسن بيلعب 9.5، مروان ليه مميزات معينه، بواليا دلوقتي داخل بشكل معين، فالتنوع ده مهم جدا. ده مهم جدا لان كل واحد كمان ليه منطقه وليه مساحه وليه مهاره. بالظبط بالظبط، ده بيخدم على الفرقه. لكن بقول لك شريف من المكاسب الكبيره جدا للنادي الاهلي ولمنتخب مصر، من الحاجه كويسه يعني. شفنا في مروان حمدي برضه مهاجم كويس، وقدر يسجل الهدفين في المباراه اللي كان بيلعبها امبارح. المهاجم برضه من المهاجمين المميزين، حسام حسن من المهاجمين اللي شغالين برضه بشكل كويس. حسام حسن بقى له فتره كويس يعني تحس انه بدا ينضج وبدا عنده يعني يبقى اكثر خطوره على المرمى، حد كويس جدا. في من الناس اللي مفتقدين في الدوري عبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي من اللعيبه المميزه، ولكن طبعا الاصابه بعدام ده لاعب مميز مش موجود بعد كبير جدا. كريم العراقي في المصري، في كريم فؤاد موجود صحيح، كريم طارق من برضه الناس المميزه دول موجودين في ام بي، ناس كويسه. وخلي بالك كل دول سنهم صغير لسه، اولاد جايين طبعا يعني. عندك في الزمالك بن شرقي من اللعيبه المميزه جدا، واحد من افضل اللعيبه في الدوري المصري. زيزو من اللعيبه المميزه جدا طبعا. اوباما بيخش داخل بشكل قوي وشكل مميز طبعا. مصطفى محمد اتاثر بالمشاكل الكبيره جدا اللي موجوده عنده، اللي المفروض هو يعني ينسى كل المشاكل دي، حتى لو عنده عروض المفروض هو بيأدي في الملعب، لانك راس مالك انك تأدي في الملعب مش انك تتمرد وما تلعبش مع الفرقه يعني. فده من المواهب اللي المفروض ان احنا نحافظ عليها، وهو بطبعه يحافظ على نفسه صحيح. لانه زي ما هيفيد نادي المنتخب مصر مستنيه، وممكن هو يفيد نفسه بشكل كبير جدا يعني. فدي من اللعيبه على مستوى المدربين. كمان نسينا كابتن رضا شحاته. رضا شحاته كمان كابتن رضا طبعا عمل مباريات اكتر من رائعه يعني، ماشي في الجونه طبعا، في ماشي الجونة بشكل قوي وشكل مميز صحيح. 11 نقطه ومتصدر المسابقه لغايه دلوقتي. يمكن كان رضا شحاته اتيحت له فرصه قبل كده وجابوا له مدرب اجنبي، رغم ان هو كان ماشي وعامل نتائج كويسه، وجي المدرب الاجنبي حقق نتائج بعد كده، نتائج غير جيده معاه في الجونه، لكن الان نادي الجونه بيعطيه الفرصه والراجل بيتحرك بشكل قوي. لكن في النهايه انا دايما يعني بصبر على التجربه لغايه ما تكتمل. مظبوط. يعني خلينا برضو على الاقل لغايه الدور الاول عشان نقدر نحكم ونقدر نتكلم، لانك ممكن تكسب ماتشين ثلاثه وحطوك في حته جيده يعني، لكن البدايات حلوه والبدايات مبشره والبدايات صحيح. جيده وانا شايف ان السنه دي في دماء جديده من المدربين هتضخ للكره المصريه صحيح. زي ما شايفين رضا شحاته في الجونه، سامي الشيشيني موجود في اسوان، علي ماهر موجود في المطري، شايفين طبعا كابتن ابو طالب ياسر كان موجود قبل كده لكنه جاي، وعبد الحميد بسيوني مدرب اثبت كفاءه وموجود، عدد كبير جدا من المدربين الشبان اللي هيحملوا الرايه في الكره المصريه في السنوات القادمه. وده مهم جدا ان يكون عندك دايما عمليه تدوير للمدربين، وعناصر جديده بتطلع عندك وعناصر جديده بتضخ عندك دايما في الكره المصريه. فده عندك كابتن خالد عيد في المحله الحقيقه يعني، كمان خالد عيد بالرغم كمان من التضييقات الماليه اللي موجوده عنده، الا ان الراجل بيكافح وبيقاتل وبيلعب وقدر يحقق انتصار وماشي يعني خطوه خطوه كده، يعني ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله. فعندنا المرحله المقبله هتشهد المدربين، هتشهد لاعبين، لكن انا بحب اصبر حتى 10 جولات عشان تقدر تطلع تقييم جيد ومنطقي. بالظبط يعني يعني دلوقتي في مدربين عاملين شكل جيد مع ممكن مع المشوار الطويل، انت عارف الدوري مشوار طويل، هيبان مشوار طويل يعني مثلا شفنا مثلا اسوان في اول ماتشين كسب، فقلنا هيطلع، خسر بعدها 3 ماتشات. طب هل سامي الشيشيني كان مدرب كويس ولا دلوقتي مدرب وحش ولا دلوقتي ايه؟ فلازم ناخد وقتنا وهو ياخد وقته وياخد فرصته وياخد عدد كبير جدا من المباريات عشان تقدر تحكم على التجربه بشكل جيد. لكن البدايات كلها في الدوري بدايات مبشره، بدايات حلوه، عندنا لعيبه بتلعب، عندنا اجوان يعني. يمكن محمد صادق اللاعب الاسماعيلي جايب جون الاسبوع اللي فات، حاجه عظيمه جدا الحقيقه، ما شفتش جون زيه. ايه القدرات وايه المهارات وايه التسديد وايه القوه اللي عملها في الكوره دي؟ حاجه جميله وحاجه محترمه جدا يعني.
يعني بنشوف افكار بتتلعب في الاهداف، يعني اهداف ملعوبه، اهداف لها شكل، لها ستايل، لها طريقه معموله، مش مجرد انك انت بتزق الكره في الجون وخلاص يعني. فده شيء مهم جدا في شادي في سيراميكا. شادي حتين من الناس المميزين جدا اللي ظهروا بشكل كويس جدا، عندهم دابو برضو في سيراميكا، ففي وجوه طالعه جديده، وجوه جديده وسن صغير، وبالتالي ده كمان انت بتتوقع ان شاء الله زي ما انت قلت كمان الاستفاده على المستوى الفاليو بتاع الدوري، ان يكون في منافسه كبيره واداء فني عالي، وكمان على مستوى المنتخبات ان الكابتن حسام القماشه بقت بالنسبه له واسعه يعني. بالظبط يعني احنا شفنا محمد عبد المنصف في ماتش الاهلي والجونه 44 سنه وبيأدي بشكل بالزبط. جيد وبشكل يساهم في انقاذ فرقته من خساره يعني. طبعا ده اكبر لاعب في الدوري 44 سنه يعني، وبيأدي بمنتهى الرشاقه وحاجه جميله. موسى طبعا عامل مباريات اكتر من رائعه بصراحه. لا يعني هنشوف على مستوى الدفاع عندك مثلا، شفنا الونش في الزمالك شغال بشكل كويس جدا، لاعب مميز. بنون بيتقدم ويتطور مع الاهلي بشكل بدري. بنون انا بالنسبه لي لغايه دلوقتي الحمد لله يعني تاتش شوت كده، ادى كل المباريات، ما فيش غلط يعني الحمد لله يعني. مكتب كبير جدا خلاص بقى عندك ثابت، وزي ما قلنا ان وجود حد زي كده بيعمل لك نوع من المنافسه وجنبه ايمن اشرف كمان، تحس ان هم دايما تحس ان اختلف بتقله يعني. ايمن ما شاء الله تقل وامتى بيعمل التاكلنج وبيوقف، وتحس انه فعلا تقل. ممكن يكون ايمن اشرف خد نوع من الثقه مع حد ساند معاك كبير جدا. اعتقد كمان هتلاقي ياسر ابراهيم دخل وسعد السمير جاي وربيعه جاي، هيبقى عندك بقى بدل ما كان عندك دي بقت ثغره، بقى عندك فيها قوه، بقى عندك فيها وفره عدديه تقدر تفيدك في المراحل المقبله يعني. اكيد ان شاء الله. ويمكن اخر نقطه طبعا اعاره العربي بدري لنادي الجونه، شايفها ازاي؟ و يعني الاستفاده من الناس اللي جت، وكمان فتح باب الاعاره كمان، ده شيء مهم جدا لعرب بدر. ان شاء الله ربنا يوفقه مع الجونه ويقدم مستويات جيده، لان الجهاز الفني شاف ان هو خامه جيده جدا، وشفنا الكلام ده على ارض الملعب، لكن ممكن مش هيكون ليه مشاركات كتيره في الدوري، وبالتالي نستفيد منه في حته تانية يعني. فكره الاعارات دي تجربه ثبت نجاحها بشكل كبير جدا بنسبه تصل الى مثلا مش اقل من 98% نجاحات، لانك انت لاعب عندك لاعب موهبه فبتوديه مكان ياخد فيه فرصه اكبر، فبيتم ثقله وياخد خبرات وياخد قدرات وياخد احساس مباريات ويرجع لك. شفنا يعني محمد شريف لما كان في الاهلي قبل الاعاره وبعد الاعاره، صحيح الحقيقه لما راح هناك، وطبعا يعني لا ننكر دور الكابتن حلمي طولان في تطوير مستواه مع انبي، الحقيقه عمل معاه جهد كبير جدا وقدر يوصل بيه لوصيفه هداف الدوري. شفنا رجع ازاي، شفنا صلاح محسن راح سموحه ورجع، احمد ياسر كان في الجونه راح ورجع، فاعتقد ان ناصر ماهر كان برضه موجود ورجع، ربنا يشفيه ان شاء الله ويرجع من المواهب المهمه جدا في اللاعب رقم 10. فاعتقد ان العرب بدري انا شايفه خامه كويسه وخامه مميزه، وكلنا اشدنا بيه، واعتقد ان لولا النادي الاهلي شايفه ان اللاعب يستحق ما كانش اداله فرصه الاعاره دي، ففي فرصه ان هو يروح ويلعب وهيشارك مثلا لو شارك له في 30 مباراه من في الموسم، اعتقد ان دي هتكون اضافه كبيره جدا. اكيد مش هيقدر ياخد الفرصه دي مع النادي الاهلي. هو طبعا هي الرؤيه الفنيه لعيب كويس، لكن فرص اشتراكه قليله، وبالتالي لا انت روح، وانت عارف دايما بلغه الكره الملعب هو اللي بيعمل اللعيب، طول ما رجليك في الملعب خبراتك بتزيد، لياقتك البدنيه بتزيد. احسن ما اقعد احتياطي مع النادي الاهلي وما العبش ولا مباراه وبعديها بسنتين يعني مش هلاقي نادي اعاره. بالظبط. لا كمان وفرصه الاعاره دي يعني انت بتحط اللاعب قدام اختبار عظيم، خلاص يا عم انا اديتك الفرصه اهو، قدم لي نفسك بقى بشكل كويس جدا زي ما عمل محمد شريف. يعني محمد شريف يعني واكرم توفيق بالظبط، انت شايف ان في حاجه كويسه فبتديله الفرصه فبيزيد فبيجي لك تاني. صحيح. لكن افترض ان راح وما زادش، خلاص يعني في لعيبه كتير جدا خدت الفرصه دي وما استغلتهاش وما قدرتش توصل للمستوى الفني والبدني اللي يأهلها من انها ترجع للنادي الاهلي، فخلاص. عندنا نموذج كمان عمار حمدي، عمار حمدي من النماذج الناجحه جدا مع نادي الاتحاد، حاجه مميزه قوي، حاجه مميزه جدا، ويمكن النادي الاهلي طلب يمكن يرجع لكن النادي الاتحاد متمسك بيه، لكن ده كمان نموذج لعمليه تطوير اللعيب من خلال او تطور اداء اللعيب من خلال الاعارات والاستفاده، ويبقى النادي عنده اسد، بمعنى يعني عندك طبعا اسد بتستفيد منه في مشوار، وكل طبعا اللعيبه دي لعيبه صغيره لسه يعني في سن 22 23 سنه، اللعيبه دي كلها مستقبل النادي الاهلي، اللعيبه دي معاك لغايه مثلا 10 سنين على الاقل لقدام. مظبوط. ها 10 سنين بتديك اعلى مستويات، فده مهم جدا، وده النادي الاهلي مش بيعمل فرقه دلوقتي، الاهلي بيعمل فرقه للمستقبل. عندك فرقه دلوقتي كويسه،
لكن ان شاء الله مستقبلك بتامنه بعدد كبير جدا من اللعيبه اللي هيرفعوا الرايه في المستقبل ان شاء الله. صحيح، ودايما دلوقتي كمان النادي الاهلي يعني متوسط اعمار اللعيبه وصل تقريبا 24 25 سنه، متوسط هايل. عندنا لعيبه خبرات زي وليد سليمان، زي الشناوي، ايمن اشرف، علي معلول، عمرو السوليه، عندنا لعيبه شباب. فالنموذج ده نموذج ان شاء الله يكون نموذج ناجح ويتواصل ان شاء الله البطولات في 2021. كل سنه وانت طيب مره ثانيه استاذ محمد، شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله يعني سنة سعيدة على حضرتك، ودايما بتشرفنا في البيت الكبير. ربنا يخليك يا كابتن، وان شاء الله سنة سعيدة على حضرتك وعلى النادي الاهلي يا رب، وعلى جمهور النادي الاهلي. وزي ما 21 كان ختامها مسك، ان شاء الله بدايات 21 باذن الله. ويمكن التحدي الاكبر بالنسبه للنادي الاهلي في شهر المقبل عندك كاس العالم للانديه، ان شاء الله الاهلي يقدم مستوى مشرف يليق بقيمه وقدر النادي الاهلي والكره المصريه باذن الله. وكل سنه وحضرتك طيبين يا رب. كل سنه وانت طيب ومنورنا دايما. ربنا يخليك يا كابتن. دي كانت نهايه فقرتنا الاولى في البيت الكبير، ان شاء الله بعد الفاصل نجمين كبار من نجوم النادي الاهلي، الكابتن فتحي نصير والكابتن ماهر همام. البيت الكبير لسه مستمرة مع حضراتكم. معانا دلوقتي اتنين من نجوم النادي الاهلي الكبار اللي كانت ليهم بصمتهم الواضحة اكيد مع الاهلي على مدار سنوات طويلة. النهاردة بنتكلم مع النجوم الكبار عن مباراة الاهلي بكرة ان شاء الله مع سونديب بطل النيجر، والتحليل الفني الخاص لهذه المباراة من كل الوجوه. كمان هنمر اكيد مع ضيوفنا النهاردة على كل اللي بيهم النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. عارفين ان مشوار 2021 صعب اكيد بالنسبه للنادي الاهلي. النهارده معانا ومعاكم في البيت الكبير الكابتن الكبير فتحي نصير، الخبير الفني طبعا وفي كره القدم والمدير الفني السابق لاتحاد الكره المصري. اهلا بيك يا كابتن فتحي، شرفنا. وبرحب كمان بالكابتن الكبير ماهر همام، نجم النادي الاهلي طبعا وأحد أعظم المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، اللي بنستمتع بآرائهم التحليلية وبرؤيتهم الفنية رائعة أكيد. الأول عايز أقول لك سلامات. الله يسلمك. سلام. ألف سلامة. ربنا يبارك لك يا رب. من ثلاث أيام الحمد لله. يعني خلاص. المسحة الأخيرة. سلبية. الحمد لله. سلبية. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا هاني. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مرحبا طبعا. الحمد لله رب العالمين. كابتن فتحي بنرحب بيك دايما، منورنا في البيت الكبير. وكابتن ماهر. الله يخليك يا هاني. كابتن ماهر عايزك في النهاية، أنا آسفة، عايزك بس في النهاية تقول لنا كده نصايح، يعني بما إنك يعني جربت الموضوع ده نقوله للناس في اخر الفقره لانه موضوع مهم جدا. طبعا بس طبعًا. فيعني طبعًا. ده شيء مهم ان شاء الله. دل على سلامتك. روشته بسيطه يعني ان شاء الله. قاعدينه جنبي. ما خلاص بقى المسألة طلعت سلبيه يا كابتن فتحي، ان شاء الله مفيش حاجه. كابتن بكره ان شاء الله يعني بنتكلم دايما على مباريات النادي الاهلي والبطوله الافريقيه، البطوله الافريقيه اللي هي الاغلى في طبعا لجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. بكره ان شاء الله مباراه العوده، مباراه النادي الاهلي مع سونديب بعد الفوز 1-0 هناك. شايفين المباراه دي ازاي؟ وكمان اهدافها ايه؟ اهداف المباراه يعني مباراه بكره ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل سنه وانتم طيبين. حضرتك بقى لي سنه والقناه. وكابتن ماهر كمان الله يخليك يا فتحي، انت طيب يا كابتن. المباراه طبعا مباراه بدايه الطريق، رحله 1000 ميل بتبدا بخطوه، ودي الخطوه الاولى. يعني احنا خدنا خطوه في المباراه اللي هي كانت في الذهاب والاياب، دلوقتي احنا عندنا الخطوه الثانيه. لكن عاوزين نقيم الفرقه. نايجر ترتيبها العالمي يا كابتن هاني، كنايجر 193 اعلى العالم، رينك العالمي يعني بعيده قوي، و 139. وبعدين النايجر يعني مثلا دخلت الاتحاد الدولي سنه 64، ودخلت الاتحاد الافريقي 63، يعني برضو لسه حديثه. النايجر عشان احنا بنقول المعلومات دي للناس تبقى عارفه ايه النايجر فين والفرقه دي اللي فين. نعم. النايجر تعدادها 24 مليون. نايجر ما راحتش افريقيا، بطوله افريقيا غير 2012 2013، يعني مرتين بس في خلال من 57 لغايه 2019. ما يعني المره دي بس كده. الفرقه اللي هنلعبها لو نشوف تاريخها، ما اعرفش ذكرتوها ولا ايه في الدوري هناك،
دلوقتي هم لعبوا تقريبا 9 مباريات، 9 مباريات خسروا 5 تعادلوا 3 وكسبوا 1. ده شكل الفرقة. طب تقول لي يعني هتبقى فرقة ضعيفة؟ لا، هم اللي هي بطل الدوري ازاي ودخلت البطولة؟ المستويات هناك طالعة نازلة لأن الاحتراف بياخد كل اللعيبة، ممكن يبيعوا كل فرقتهم، ممكن يبيعوا. فده مش بقصد، ده عشان بس الناس تعرف ايه هي النيجر والفرقه اللي احنا هنلعبها ايه. وحتى الظروف الاقتصاديه كابتن فتحي كمان يعني طبعا يعني الاقتصاديه قال للدول الافريقيه الحقيقه من الناحيه الاقتصاديه. غير كده برضو ما ننساش ان كورونا مأثر عليهم أكيد. يعني زي ما اثرت علينا زي ما اثرت على العالم كله، مأثرة على النيجر. الفرقه دي خسرت 1-0، يبقى انا هلعب مع فرقه خسرانه 1-0 او انا كسبان 1-0 الشوط الاول، مش معنى كده انك كسبت المباراه، لان الجول بيجي في ثانيه والهدف بيسجل في ثانيه، وممكن ما تعرفيش يعني في ساعات الكوره ما بتمشيش معاكي، الكوره ما بتمشيش معاك، ما تقدرش تظبطها. فعايزه كل التركيز لفرقتنا الفرقه دي، وما اضمنش المباراه الا بعد ما اخشها، لانه انا بسمع ناس كتير بيتكلموا لا 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 ما هو الاهلي داخل وهيخش على المجموعات. لا، ما فيش حاجه اسمها مجموعات، طالما في 90 دقيقه وطالما في 11 لاعب هلعبهم وطالما في حكم بيني وبينهم وطالما في عندنا 11 لاعب برضو ما اعرفش ظروفهم ايه. التوفيق مهم جدا جدا في ان هم يقدروا نعدي المباراه. اذا الماتش المفروض صعب طبعا، انا من وجهه نظري اي مباراه صعبه. وكابتن ماهر النهارده الاهلي قدر يعدي من ماتش صعب هناك في الذهاب، مش بسبب قوه المنافس مع احترامنا الكامل وتقديرنا له، بس بسبب يعني ظروف اخرى كانت محاطه بالماتش اللي فات اللي في النيجر ده في نيامي. الاجواء اول مره اللعيبه تلعب العصر من فتره طويله، النجيله اللي مش نجيل الملعب يعني كنت اول مره اشوف نجيله كده وتصوير كده. فقول لي يا كابتن عايز اقول لك ان دي كانت حجج زمان عندنا احنا في اجيالنا احنا. شكل الاداء ممكن يكون اسهل في الاهلي والسلام. دلوقتي الامور يعني اتغيرت بشكل كبير، يعني زمان احنا كنا عندنا الحجج لما بنخسر في افريقيا وكنا بنقول الرطوبه العاليه والساعه 3 والملعب وحش والناس هجمتنا ومفيش اكل ومفيش شرب والطيران بهدلنا، قعدنا اسبوع في الجو عمال ما نوصل للبلد اللي احنا رايحينها. فكان في عذاب فعلا يعني، وكانت دي الحجه او الشماعه اللي احنا كنا بنعلق عليها لما بيحصل اخفاق او يحصل مباراه بهذا الشكل، تعادل او خساره، فكنا بنقول هذا الكلام. لكن دلوقتي الحمد لله الامور اتغيرت بشكل كبير جدا يعني طبعا انا بحيي النادي الاهلي في هذه المباراه مع الاجواء اللي انت حضرتك ذكرتيها. كل الكلام ده بقاش له اي تواجد مع فريق النادي الاهلي اللي هو البطل، بطل القرن، بطل 7 بطولات، انجازات محليه، دوري عام، تسعة. شكله كورونا اثرت في لا لا اوعى تقول كده، احنا بنسخن بس. فالتسعة طبعا ده رقم يعني عالمي بالنسبه للنادي الاهلي. وبعدين الاحترافيه اللي موجوده عليها مجلس الاداره ولجنه الكوره واللاعبين وجمهور النادي الاهلي الجميل اللي بيشاركنا في هذه البطولات، اللعيبه راحت هاني يا سهام وهي في تحدي، عارفين ان خلاص نادي القرن ونادي البطل في كل مكان لازم بيثبت وجوده. فبحيي اللعيبه في كل الظروف والاجواء اللي كانت موجوده، وخصوصا ارضيه الملعب اللي هي بقى بتاثر عليك 90 دقيقه، اللي بتاثر على شغل الراجل المدرب اللي بقاله اسبوع عمال يحفظ ويعلم ويتكتك ويختار اللعيبه اللي هتشارك في هذه المباراه، وازاي هنلعب بطريقه ايه، ومين هيهاجم ومين هيدافع. فده شغل كمان لموسيماني مجهد بشكل كبير. لكن اللي بيساعد على هذا الانجاز اللاعبين بقى، اللاعبين اللي هم اللي احنا بنفتخر بيهم، لاعبتنا اللي هم عندهم شخصية البطل، عندهم شخصية الفانلة الحمراء، شخصية التحدي اللي موجودين عليه، قدروا ان هم يكسبوا بطل النيجر في ملعبه 1-0. وعايز اقول ان كان الشوط الثاني كمان شوط مميز للنادي الاهلي، كان ممكن نزود النتيجة، وهي دي سمة البطل،
ان انا العب مع فرقه متوسطه المستوى لازم اكسبها او اعمل نتيجه ايجابيه، العب مع فرقه ضعيفه برضك ماليش دعوه، العب مع فرقه كويسه ازداد قوه وازداد تحدي. فعايز اقول ان الجوله الاولى نجحنا فيها بشكل كبير جدا، بحيي طبعا اللاعبين والجهاز الفني والاداري زمالك كابتن فتحي، ان احنا عندنا 90 دقيقه ثانيه في مصر هتختلف اختلاف كلي عن المباراه الاولى. ودايما يا كابتن ماهر وده يعني تعودنا عليه في الفرق الافريقيه انها بتادي افضل بره ارضها، يعني لما لعيبه زي ديت ظهرت بمستوى سيء شويه على المستوى الفني هناك في النيجر، اعتقد ارضيه الملعب والاجواء وبيلعب قدام النادي الاهلي خلاص مش خسران حاجه، فتتوقع ان المستوى الفني هيبقى اعلى، ما عليهوش ضغوط، الاجواء افضل، الارض افضل، فهو بالتالي بيلعب قدام النادي الاهلي، فاكيد لازم تتوقع منه اداء فني افضل. على المستوى الاخر فريق النادي الاهلي داخل على المباراه اكيد طبعا مركز وعايز يعمل نتيجه، وانا دايما بقول انك دايما المباريات زي ديت ممكن تبعت بيها رسائل معينه، انك لو تكسب بسكور وبتادي اداء كويس جدا انت بتبعت رساله لا النادي الاهلي قوي، لما تكسب ان شاء الله نكسب مثلا 4-0 والنتيجه تتذاع بره، ده بتاثر بالايجاب على معظم الفرق اللي داخله وبتاهلك كمان نفسيا افضل لدور المجموعات. هو كابتن هاني يعني زي ما تفضلت بتقول يعني ان تدي رساله، المدرب برضو بيلعب هذه المباراه وهو في صراع، صراع انه عاوز يكمل افريقيا وصراع ان هو عنده الدوري بعدها بثلاث ايام وصراع ما بعد كده في ايه، اذا هو عنده بطولتين وعنده المباراه اللي بعد كده مباراه برضو لا تمثل انها مباراه سهله او مباراه في الدوري او كده، مباراه سيراميكا، وبالتالي عنده لعيبه عايز يعمل لهم التدوير المناسب صحيح. لبعض اللعيبه ان هو يريحهم، وبعد عنده برضو مشاكل في التشكيل ان لعيبه لسه جايه من كورونا، لعيبه جايه من اصابات، لعيبه جداد موجودين، ففي نوعيات كتير من اللعيبه، لا اما جديد لا اما ان هو كان في اصابه لا اما كان في كورونا لا اما يعني في تشكيله كده، الحاجات دي ما بتديش استقرار والهارموني بين الفرقه، ان مثلا ال 11 هيكملوا 11 هيطلع اثنين ويخش كده، فهو مجبر انه يغير، ومش بيغير لعيبه وحشه، فاللعيبه بتبان كافراد حلوه، يعني انت لما تقول التشكيل كافراد حلوين كلهم على حده كلاعب ايوه، اما المشكله بقى في الربط بينهم، هو ما بيلاقيش الفرصه ان فرقه تلعب ماتشين ورا بعض بنفس التشكيل مش بمزاجه. يعني عمليه الروتيشن دي يا كابتن مهمه، لكن انا بتكلم ان يعني طول ما انت عندك قماشه كبيره وكل ما كنت عندك لعيبه مميزه في كل المراكز بالظبط اكيد وحضرتك مدير فني يمكن اشتغلتها وكابتن ماهر همام، بتحس الموضوع يعني الصعب اللي انت بتتمناه انك مش عارف تدخل مين خرج مين، لكن على المستوى زي ما حضرتك قلت يا كابتن فتحي هو اعتقد بيفكر في الماتشين، ان انت عندك مباراه سناديب بعديها بثلاث ايام مباراه سيراميكا. فالروتيشن ده من خلال رؤيته للماتشين يعني هو عايز يشكل فرقتين في خلال اربع ايام صحيح. يبدا بمين مثلا، دي فرقه كانها شوط اول ال 90 دقيقه والشوط الثاني هيعمل بمين، فهي دي اللي هي هتخليه المعادله معادله صعبه، ولكن هو قادر على، بس هو مضطر لاول مره برضو بنلاقي ان المدرب بيتحط في هذه الظروف اللي هو يتحط فيها، ان انا عندي مباراه ثانيه وعندي مشاكل مش مشاكل اللاعبين، عندي اصابات اللاعبين والبلاء اللي هو يعني الدنيا ربنا ان شاء الله خلصنا منه يا رب. الكورونا ده يعني انت شوف كام لاعب دلوقتي هم موجودين غير اللي مش هنا، طب اللعيبه عايزه، فعشان كده الناس بتقول انا يمكن بحاول افكر للماتش الاخير في الدوري الفرقه مش مربوطه قوي لانهم اول مره بهذا التشكيل يلعبوا بيه، فاول مره ليه؟ لان هو المدرب مضطر صحيح. هو ما لعبش بالتشكيل اللي هو ممكن يلعب بيه اساسي اخر مباراه مثلا صحيح. اللي هي بتاعه الاتحاد ما لعبش بيها وغير واحد ولا اثنين، ده هو اضطر غير شكل الفرقه فانت بتشوفوا عليهم انهم افراد كويسين كلاعب، كل لاعب لوحده في حتته، بس اداء اللاعب بقى في الدور ده ومواهمه الخططيه
ومدى تنفيذه ومدى توفيقه في هذه المباراه ومدى توفيق الحكم هو ده اللي بيختلف من مباراه لمباراه. ده اللي ممكن يخلي موسيماني يا كابتن ماهر يغير طريقه اللعب وفقا لاننا عندنا النهارده يوم الجمعه ان شاء الله مباراه مهمه في الدوري مع السيراميكا، ممكن موسيماني يعملها دي؟ شوف هقول لك حاجه سام، هو طبعا الكابتن فتحي اتكلم في نقطتين مهمين قوي، ثبات التشكيل والتدوير. نعم. عشان يطلع لك الاداء اللي احنا بنسعى ليه كلنا يعني وحلاوه الاداء للنادي الاهلي اللي احنا مميزين بيه. أيوة. ده بياخد وقت يعني مع الظروف اللي احنا قلنا والاسباب اللي احنا قلناها، موضوع الاصابات، موضوع الفيروس، موضوع الاعاره، لسه لعبتنا جايه 4 لعيبه اللي هم اولادنا اللي جايين من الاعاره بعد الوفود الجديده اللي هتخش او دخلت في الفتره اللي فاتت، فبتبقى يعني فكر المدير الفني رايح لكل الاستراتيجيات ديت عشان يقدر في الاول والاخر يقدر يلاقي حاجه مناسبه، تشكيله مناسبه يبدا بيها. عايز اقول لك ان مع صعوبه الكلام ده، لكن في حلاوه في الشغل يعني، انا يعني واخد بالك يعني، يعني انت مستمتع انك انت بتشتغل مع النادي الاهلي، مستمتع انك انت موجود في الدوري العام، مستمتع انك انت موجود في افريقيا، وهو ده حلاوه الاحتراف، انك انت كل 3 ايام منقوله نقله لدوري العام، بتقفل الملف دوت وبعدين 3 ايام بتروح لافريقيا. أيوه. بتقفل الملف ده، فهو ده حلاوه الاحتراف وحلاوه الكوره اللي احنا بنحبها واللي احنا بنعشقها. ما ده يخلق الانسجام، ما ده يخلق الانسجام السريع يا كابتن ماهر. وهو الانسجام جاي يا سهام، يعني جاي خلال احنا بقى لنا 3 4 اسابيع في الدوري، يمكن ده الماتش ده يمكن الخامس بالنسبه لنا، فالانسجام جاي يعني. يمكن هاني والكابتن فتحي طبعا ياكد معايا ان في علم التدريب بيقول ان تبدا تبان ملامح الفرقه بعد 7 اسابيع من بدايه الدوري، في فتره اعداد مثلا اتعملت قبلها باسبوعين او 3 اسابيع. فعايز اقول ان احنا النادي الاهلي جاي الكوره الحلوه اللي جمهورنا بيحبها، التجانس بتاع اللعيبه في ثبات التشكيل، يعني لما التشكيل نبدا ربنا يشفي طبعا المصابين ويرجعوا، الثبات ده هو اللي بيديكي بقى الارتاحيه، بيديك الشكل، بيديك الاداء، بيديلك الاهداف اللي انت بتسعى اليها، النتيجه الايجابيه اللي النادي الاهلي يعني طول عمره بيحب يروح لها وعايش عليها. فعايز اقول ان المنظومه ككل، مجلس الاداره ولجنه الكوره والجهاز الفني واللاعبين مستمتعين بالاداء اللي بيعملوه، لان فعلا اداء جيد واداء ايجابي، وثماره الحمد لله انه بدا من بدايه الموسم يعني في الجانب الافريقي. احنا الحمد لله يعني ان شاء الله بالمباراه دي نتنقل لدور ال 16 في الدوري العام ان شاء الله. احنا اول ما بنمسك الجدول في المركز الاول ان شاء الله باذن الله بنبدا نحقق في ال6 اسابيع اللي جايين دول علامه كامله، يعني هنبعد عن الناس كلها ان شاء الله باذن الله. عايز اخد من كلام حضرتك الجزء الفني والتدريبي، يمكن كان غياب موسيماني عن المباراه الاولى هناك في سنديب طبعا لظروف كورونا، تواجده هنا في القاهره اكيد هيضيف شويه، رغم ان احنا ما حسيناش بالفرق قوي نتيجه التجانس الجهاز المعاون مع بعض. لكن النقطه الاخرى اللي يمكن سهام سالت حضرتك فيها، تغيير شكل اللعب ده كمان بقى في النادي الاهلي شيء متاح، يعني شفنا المباريات اللي فاتت ان لعبنا مثلا بثلاثه في نص الملعب، اكرم توفيق وعلو ديانج مع حمدي فتحي، ويبقى لعبنا 4-3-3، لعبنا في تغييره معينه حتى قال نلعب 4-1-4-1. فالمرونه التكتيكيه دي يا كابتن فتحي مع وجود عدد كافي من اللاعبين المميزين، ده بيدي كمان اوبشن للمدير الفني انه يختار الطريقه المناسبه اللي يلعب بيها في ظروف مختلفه من المباريات. يعني دي بترجع يا كابتن هاني، انت كنت مدرب وعارف، ما تقدرش تبقى عندك هذه المرونه ولا هذا الفكر الا اذا كان عندك لاعبين، اللعيبه مهريين. يعني مهارات اللعيبه عاليه جدا، يعني مهارات لعيبه النادي الاهلي، اي مجموعه لعيبه اي 11 هتلاقي مهاراتهم مرتفعه، مش مثلا نص نص، ولا حتى المدافع، حتى صحيح متوسط دفاع، وسط ملعب، مهاجم، ما تقدرش تقول ده مهاجم وده مدافع، كلهم المهارات بتاعتهم العاليه دي بتخلي المدرب بتدي له حق ان هو يقدر يغير في طريقه، في اسلوب اللعب، في خطه اللعب، او نقول الطريقه. ما هو الطريقه يعني افراد موجودين في الملعب قبل ما الكره تتحرك، وانس الكره اتحركت هيبقى في خطه تقلب لخطه، يعني الطريقه 3 في النص، لكن الكره بقت معانا دلوقتي
وبدات تتحرك هتلاقي الثلاثه مش واقفين فلات مش جنب بعض، هتلاقي واحد بس نفس المهام يا كابتن فتحي. المهام بقى بتتغير، ما هي المهام دي هي الخطه. المهام دي هتتغير من طريقه لطريقه، اللي هي تبقى الخطه بتتغير من الواجبات بتتغير الواجبات على حسب طالما الواجبات اتغيرت، لان بناء على الخطه اللي بلعب صحيح. بيها لكن الطريقه ان هي افراد محطوطين في الملعب، كل ده بيساعد لعيبه النادي الاهلي. طول ما في مهاره عاليه في الاستقبال والتمرير والمراوغه والتسديد والجري بدون كوره والجري في المساحات والتحرك والمساعده، كل الحاجات دي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي. طيب. فبالتالي يقدر يعمل اي طريقه. بمناسبه الواجبات يا كابتن ماهر، النهارده شايف النهارده الواجبات الهجوميه لديانج في المباريات اللي لعب جنبه فيها اكرم توفيق وحمدي فتحي، شايف الواجبات الهجوميه دي ازاي؟ الواجبات الهجوميه لمعظم اللاعبين ويمكن يانج زي ما انت قلت يا سهام بتزيد بصراحه من مباراه لمباراه، لان قيمه وخامه لعيبه النادي الاهلي ينفذوا اي طريقه لاي مدرب. نعم. يعني موسيماني لو عايز يلعب بطريقه 4 4 2 هينفذوها، 4 3 3 هينفذوها، 4 1 4 1. احنا اولادنا لعبتنا عندهم من الملكه ومن الثقافه القرويه ان هم ينفذوا اي طريقه لمستر موسيماني. وكمان في مرونه تكتيكيه، يمكن هاني وكابتن فتحي ياكدوا معايا، ساعات بيبقى في مرونه تكتيكيه للاعب. يعني النهارده مثلا في واجبات بتطلب من يانج مثلا ان هو في حاله الدفاع هيغطي على الجبهه اليمين، لو زادت هيرجع لورا عشان يساند الاثنين المدافعين، هيبدا يميل الناحيه الثانيه على اساس ممكن يبقى في تغطيه. لما بيبدا يطلب منه بقى الواجبات الهجوميه، يقدر يصوب من خارج ال 18، يقدر يعمل التمرير البيني، يقدر يعمل الكوره الطويله. لكن ساعات بيبقى فيه مرونه تكتيكيه للاعب نفسه، كابتن فهد قرار اللاعب نفسه بيتكلم بيتكلم على مهاره لعيبه النادي الاهلي. فالنهارده المهاره بتاعت لعيبه النادي الاهلي ساعات في اوقات داخل الملعب بتجبرك انك انت تحطي البصمه دي، حاجه ما قالهاش المدرب. يعني النهارده المدرب مثلا قال في الخطوط العريضه واحنا بنهاجم عايزين نصوب على المرمى، عايزين نعمل كورسات عرضيه من الجناب، عايزين نعمل خلق مساحه، عايزين نعمل 1-2. لكن في وقت اللاعب حس ان واحد ضد واحد مهاره من ضمن المهارات. فعندنا من اللعيبه المميزه اللي يقدروا يعملوا المهاره دي، ممكن ما اتقالتش في الخطوط العريضه بالنسبه للتكتيك او ده قرار اللاعب نفسه. ده شيء مهم كمان في شخصيه لعيبه النادي الاهلي، انه اكيد مش كل القرارات اللي بتتاخد من الملعب المدرب بيقولها، لكن في مواقف معينه هو اللي هو صاحب القرار فيها، وتحديد القرار ده اذا كان قرار صح ولا غلط ده بيرجع للاعيب نفسه. بالظبط بالظبط. دي من يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه كابتن فتحي، يمكن عاشرنا في جيلنا احنا بالذات لما جه مستر الدكوتي. مستر الدكوتي كان من افضل اربع لعيبه في العالم ومن احسن الكوتشات اللي جت. فالراجل دكوتي واحنا بنلعب في المباراه، كابتن خطيب بيلعب راس حربه، فراح نازل بالمدافع، فطاهر الشيخ راح طالع في المكان الفاضي ده، فمحسن صالح راح لعب له كوره، فطاهر راح جايبه جول. الله. شوف الذكاء اللعيبه تلقائيه، ما اتقالتش في المحاضره بالزبط. او ما اتقالتلناش من خلال الواجبات الهجوميه من خلال 90 دقيقه. فالنهارده مستر الدكوتي راح واخد الجمله دي وراح مقيدها عنده في الملاحظه بتاعته او في الاجنده بتاعته، عشان وتاني يوم بالظبط كده برافو عليك كده. تاني يوم راح عامل الجمله دي تمرينه، بدا نشتغل عليها تمرينه مره اثنين ثلاثه لحد ما ايه حفظناها. ترجع كابتن هاني، المخزون المهاري الخططي. يعني ايه المخزون المهاري الخططي؟ ده لدى اللاعب، عند اللاعب نفسه. أيوة. بقى اللي هي عشان اطبق ده المخزون المهاري الخططي، ان انا اولا عندي مهارات، ثم عندي خبرات متراكمه من الخطط ومن طرق اللعب انا كلاعب لوحدي. يعني الموقف اللعيبه عملوه بعد كده المدرب خده منه. هي كره القدم كده، فالمخزون ده جوايا، فانا بيرجع ويبتكر من الطاقه المكنونه جوايا ان انا اطلعها. صحيح. اطلعها في مواقف المدرب ما قاليش عليها، او موقف داخل الملعب بيه. صح. ما بتتقالش مواقف صعبه بتحصل جوه الملعب من غير المدرب ما يقول عليها. يعني لو نشوفها احنا نلاقيها الموقف ده، المواقف دي كلها بترجع للاعب. وعشان كده بنميز، نقول لك ايه اللاعب ده احسن من اللاعب ده. ليه؟ لان اللاعب بيطلع حاجات الناس مش متوقعاها. ايوه. فزي ما عمل قال لك الخطيب نزل بالظبط، طاهر الشيخ راح طالع وبعدين راح جاي. اذا كل ده فكر لاعبين وليس فكر مدربين.
وتفكير لاعب ان هو ينزل. التراكمات عايز هنا كمان بيبقى ليها دور. عايز اقول لك كمان هاني يا اسام احنا في 84 بنلعب منتخب الجزائر في الجزائر، منتخب مصر كابتن عبد الصالح وحش الله يرحمه، وكابتن فتحي شعبان الله يرحمه. كابتن فتحي كان موجود معانا. كابتن موجود، خلي بالك ربنا يديله الصحه، ربنا يديله الصحه طبعا يا رب وخليه لنا. فاحنا كنا بنلعب زون، اتقال لنا يا جماعه هنلعب نص ملعب زون لحد ما هنشوف الجيم رايح فين وهيجي منين فاحنا بعد 10 دقايق حسينا ان احنا يعني الجزائر مش زي ما انتم متوقعين. فالكابتن الخطيب راح راجع لي انا وابراهيم يوسف، قال لي ما ارزقه شويه هنلعب هنلعب قدام الدايره، هنلعب قدام نص ملعب ب10 ردات هنزود يعني. فروحنا مزقين يعني عايز اقول لك. وبعدين بعديها بربع ساعه فقال لنا ايه، طب ما نزق كمان، اضغط بقى ضغط عالي بالظبط كده. فانا عايز اقول ان احنا غيرنا الطريقه اهو يعني. طبعا كابتن خطيب كابتن الفرقه ومعاه المدربين الاكفاء اللي موجودين بره حسوا بثقه القياده اللي موجوده داخل الملعب، ده مهم حتى في تغيير طريقه اللعب. فالنهارده ممكن النهارده وليد سليمان ممكن ككابتن فرقه وحاسس ان احنا ممكن نغير من طريقه اللعب، ممكن نتكلم مع موسيماني ايه رايك ان احنا وحتى في الملعب يا كابتن نضغط يعني شويه بالظبط كده في الملعب، ممكن هو يشوف موقف معين يكلم احنا نضغط من قدام شويه في ثغره معينه ممكن ما بتكونش مدروسه او ظهرت فجاه في الملعب، ثغره مثلا باك يمين يا جماعه نشتغل ناحيه يعني بالظبط. لكن يعني مش عشوائيه لكن بتتعمل باتفاق طبعا كابتن الفرقه طبعا صح. بيستاذن طبعا الجهاز الفني اللي موجود بره اللي هو القائد بتاعنا اللي بيدير الجزئيه ديت. واحنا فعلا لما دخلنا بين الشوطين هم قالوا يعني الجهاز الفني قال يا جماعه اشتغلوا عليه احنا شفنا ان كنتوا خدتوا قرار ان كنتوا تزقوا من قدام، احنا طالبين زون لوقت معين لكن انتوا حسيتوا. ما هو انت برضك كابتن الفرقه ده بيعتبر مدرب قاعد على الدكه ولاعب داخل الملعب مزبوط. فدي من ضمن الحاجات الثقافات اللي موجوده في لعبتنا يعني. النهارده وليد سليمان وصل لمرحله النضج بهذا الشكل اللي يقدر يغير من طريقه اللعب كمان اذا كانت طريقه اللعب جماعيه او طريقه اللعب فرديه زي الجمله اللي انا اتكلمت عنها. ده هو المخزون الخطط اللي قلنا عليه، ان هو عنده مخزون من الخبرات المتراكمه سواء من النواحي الخططيه او من النواحي المهاريه في التعامل مع المواقف في المباراه ايا كانت موقفها، فبتبقى باينه بس بحرص، دايما بيعملوها بحرص طبيعي ودايما بتبدا بلعبه، كل لعيبه مش هيفكروا نفس الفكر. صحيح. طيب انا عايز اسال حضرتك في الكلام اللي قلته في بدايه الفقره دي، اي 90 دقيقه هي 90 دقيقة صعبة جدا على أي فريق. طبعا. النهاردة إيه اللي ممكن يقلق كابتن فتحي نصير من ماتش بكرة بالرغم من فوز الأهلي هناك 1-0؟ إن أنا أسجل الهدف الأول وأسجل الهدف تاني بحيث إن أنا لا قدر الله حكم أخطأ في جول عليا في تقرير حاجة في تقدير حاجة وخصوصا ما فيش فار. إذن يبقى أنا بحمي نفسي من الناس اللي قدامي، لان انا مش بلاعب اللعيبه بس، انا بلاعب 11 وبلاعب توفيق حكم. يعني هل الحكم ده موفق ولا مش موفق؟ اوفسايد مش اوفسايد، جول مش جول، فاول مش فاول، الحاجات دي عشان اطلع من الريسك ده. ان انا اسجل هدف اسجل التاني خلاص مش هبقى خايف بقى لو حتى غلط انا سهل انك أنا. لكن طول ما النتيجه معلقه 1-0 رغم ان انا كسبان أنا في موقف صعب. يعني حضرتك رأيك إن شاء الله النادي الأهلي بقدر الإمكان في وقت قليل جدا يحسم الأمور بشكل لابد كويس؟ لابد أن يكون الضغط العالي من الشوط الأول من بداية المباراة والملعب كويس دلوقتي، وإحنا صحيح. فرقة بتلعب كورة، الفرقة صحيح. بتلعب كورة عايزة ملعب كورة، ملعب كويس، التمرير الصح، الباصة الصح، يعني همرر الكورة هتروح هناك هتمرر الكورة ممكن ما تروحش أو الاستلام هيضيق شوية في الاستلام استلام وتمرير المراوغة هتلاقي الكروس وانت قاطع هتعملها التاكلينج حتى هتلاقي نفسك انت بتعملها ايه كل الحاجات دي إلى أن أضمن إن أنا في هذا الشوط أسجل أعمل كفر للهدف اللي أنا سجلته إن شاء الله. بعد كده ممكن يبقى في راح عليا من خوف من المفاجآت. كابتن ماهر هنروح يمكن لبعض الخطوط كده وخاصة الوجوه الجديدة على النادي الأهلي والصفقات الجديدة، نبدأ بخط الظهر بدر بنون. بدر بنون صفقة مميزة جدا، شايف أداؤه خلال الفترة اللي فاتت إزاي؟ إنه سيرد باك بمواصفات معينة. هو يعني ادرى الناس بهذا المركز يعني هو مميزاته اولا طويل القامه بيجيد العاب الهواء
بيشغل رجليه الاثنين، هادي، بيفكر، بيحضر طول ما هو بيلعب، بيحضر يعني لو كرة جات له هنا يقدر يلعبها هنا، جات له هنا يلعبها هنا، حس بأي ريسك بيروح يرجعها للشناوي. يعني عنده من الوعي ومن التصرف بشكل كبير جدا في تصرفاته في قراراته اللي بياخدها، إذا كانت في الحالة الدفاعية أو في الحالة الهجومية. الحالة الهجومية بيقدر يقطع بشكل كبير وبيقدر يسلم، يعني عنده التمريرات اللي هي القصيره او المتوسطه، بيبني من تحت حتى الطويله كويشة. كمان بالظبط صراحه يعني بيجدها يعني قليل قوي هاني لما تشوف سيرد باك واخد بالك، خصوصا في الحاجات اللي هي فيها بدايه الهجمه. صح. نوعيه احمد حجازي دي يا كابتن بالظبط شويه بالظبط يعني انا بيشبهني باحمد حجازي يعني لسه اتفرج على الاتحاد والشباب حاجه جميله بصراحه، شبه يعني شويه بناء الهجمه من ورا لقدام يعني. شكل الدفاع للاهلي اتغير بعد وجود بدر؟ طبعا لان يعني احنا يمكن انا وهاني نحس كمان بالبليميكر طبعا يا صخرة الدفاع طبعا بليميكر يعني احنا معروف عننا ان احنا مدافعين جامدين واقوياء واخد بالك، لكن في حته بدايه الهجمه بتبقى محتاجه مهاره، يعني كل زي هاني كان عنده المهاره دي، زي ابراهيم يوسف كان عنده المهاره دي، مصطفى يونس يعني السردباكات اللي تحسيش بيها ان هو مدافع يعني وهو بيدافع تحس بيه ان هو مدافع قوي جدا، وبعدين لما يستحوذ ويقطع تحس كمان ان هو صالح العاب، مفتاح لعب، يقدر يزيد مع نص الملعب، يقدر يزيد مع المهاجمين. الحاجات الثابته اذا كان كورنر فاول بيقدر يطلع يجيد العاب الهواء، بيقدر يجيب اجوال. ده مهم يا كابتن قوي كمان، وحضرتك توافقني ان دلوقتي النادي الاهلي عنده كوكبه من المدافعين الكفء على مستوى عالي جدا، بنتكلم على عوده مثلا محمود متولي، بنتكلم على عوده سعد سمير، بنتكلم على عوده رامي موجود، ياسر وياسر ابراهيم، فكل دول كمان على المستوى سعد سمير وسعد سمير فكل ده كلهم طبعًا. نجوم كبار طبعًا. في المركز ده، وبالتالي عندك انا عايز اقول حته في الجزئيه، استاذنا كابتن فتحي، استاذنا كابتن فتحي حته في الجزئيه دي، المكان ده هاني مع البطولات اللي انت بتلعبها محتاج العدد ده، لان ده اخطر مكان زي راس الحربه، اخطر مكانين محتاجين عدد، لان بيحصل فيه كميه ضغط وخبط ورزق، وبعدين كورونا واصابات وكروتا، فالنهارده العدد ده فعلا يطمنك على البطولات اللي جايه. طول ما الحته دي الحمد لله رب العالمين بنمنع حاجه توصل للشناوي، طول تاكد ان احنا البطولات جايه، المكاسب جايه، فالمكان ده العدد ده انا بحيي العدد اللي موجود بصراحه، كلهم لعيبه مميزين ومحترمين، بحيي طبعا لجنه التخطيط ان هي اختارت لنا بعض العناصر منهم المميزه اللي فعلا عملت لنا اضافه بشكل كبير، زي الحته الادمانيه راس الحربه بردك هنجيله اكيد طبعا، حته صعبه جدا جدا، لكن الحمد لله طيب بس عندنا عدد فيها. بس كابتن فتحي ليك مداخله. انا كنت هقول ان زي ما كابتن بيقول، مجموعه اللعيبه اللي بره اللي زي بدر بنون نفس الحكايه، محمود متولي اللي هو بيبني صحيح. من الخلف، ودي مرطوبه في طريقه اللعب بقى اللي بنقول عليها. بدر بنون هنضيف عليه طريقه استخلاص الكره، في المدافع بيستخلص الكره لما بالعنف بالقوه او بالذكاء وبالمهاره، هو من نوع الذكاء والمهاره كان بيتميز بيها، مش عشان هو قاعد قدامي. كابتن هاني نفس القصه، استخلاص الكره من الخصم. كابتن ماهر استخلاص الكره من الخصم، ازاي استخلصها، ازاي اخدها من الخصم بدون اي ازعاج، بدون ما تحس ان واحد دخل في واحد وضرب وعمل كده، تلاقيه واخد الكوره. ثم الخطوه الثانيه، ثم ايه؟ ان هو يبدا بها الهجمه، مش ان هو يستخلصها وخلاص. ما هو في مدافع بيقطع الكوره يقول المدافع ده كويس، لا، ازاي تقطع الكوره وازاي ابني بها هجمه، ان انا يعني انا الكوره معايا ما افقدهاش. فان عنده القدره ان يروح ويمرر سواء التمرير القصير او التمرير طويل او التمرير عبر القارات، ان هي يقدر يلعب كره طويله، فعنده ثلاث انواع من التمرير هو بيتميز بدي، ان هو بيقدر ياخد الكره لانه بيتوقع صح، وعنده التوقع الصح، وعنده عينه كويس على الكوره، فبالتالي ما بيعملش فاولات كتير. ممكن ازود حاجه بعد اذنك؟ ازود هاني، احنا لو سالناه هتلاقيها يا كابتن بينام برضك قبلها بثلاث ايام بيحلم براس الحربة، هو ده التركيز. اللي قبل المباراة هي التركيز واحد، لكن انا كلنا بنكمل بعض انه يعني ساعات فرقة بيبقى عندها ضغط عالي، في بعض السردباكات لما الراس حربة بيضغط عليها بتحس بتوتر ويبدا يقلق شوية من الكورة، فهو كمان تحت الضغط بيطلع الكرة كويس، يعني عنده حلول زي ما حضرتك قلت يا كابتن في جملة صغيرة، انه محضر من بدري، يعني وهو حد رايح له لا محضر كويس، عارف يعني بيسلم بشكل كويس، يعني بيقرا الملعب كويس، بيرجعنا زي زمان يعني وانت بتلعب فانت كنت مركز على
مين على شمالي مين على يميني مين قدامي، لو جات لي الكوره العبها لربيع ولا العبها لمجد عبد الغني ولا العبها على الجنب ولا يعني خدت بالك بتحضر من بدري بالظبط كده. فبتفضل طول ال 90 دقيقه وانت يعني راكب يعني حاسس يعني مسيطر بالظبط مسيطر مركز مركز مفيش اي ريسك بالزبط. واول ما بحس بريسك بيروح حاططها في الاوت حاططها في الكورنر واخد بالك في الامان. فانت النهارده كل ما يبقى في امان في المكان ده طول ما بيدي ثقه لحارس المرمى وبيدي ثقه لنص الملعب بيدي ثقه للمهاجمين. وزي ما قلت لك في الاخر في الدقيقه 90 هنقدر نجيب، في الدقيقه 91 هنقدر نجيب لو النتيجه 0-0. طيب قبل ما نروح لراس الحرب عايز اتكلم على احمد رمضان باكم. يمكن احنا شفناه في يعني في اكتر من مركز، شفناه في مركز الظهير الايسر، شفناه كان في قلب الدفاع وزهير ايمن، وشفناه كمان في قلب الدفاع مع المنتخب الاولمبي. صح. النهارده بيعتمد عليه في مركز لاعب الوسط. شفته يعني شايفه في اي واحده من دول؟ شايفه في اي مركز؟ هو سرد باك. ابن سرد باك. يعني مشكلتنا احنا السرد باكات الاطوال بتاعتها دي لما تروح في الباك رايت او الباك ليفت بنفقد حاجات كتيره جدا من واجباتنا، لان المكان ده بيبقى ليه متطلبات، عايز خفيه الحركه، عايز السرعه، عايز لما بتهاجمي كورسات عرضيه بتطلع اقدر اعمل دبل باص، فالحاجات دي بتبقى صعبه على السرد باك. لكن لما هو بيلعب سرد باك بنحس بقيمته، يخش شويه ممكن يادي في نص الملعب هاف ديفندر هاف ديفندر. لكن في الباك رايت يا كابتن فتحي يعني انا بحس انه بيأدي بس يعني بيأدي. انا معاك ان هو احد اللاعبين الجوكر، لان الجوكر اللي بيلعب في اكتر من كذا مركز. ان المدرب بعد ما بيحط فرقته بيحط ال 11 بيسال نفسه سؤال، كم لاعب في ال 10 اي واحد فيهم بيلعب في اكتر من مركز؟ يعني هقول بيكهام بيلعب في اكتر من مركز، صحيح. اذا دي ميزه. اذا لو جه بيكهام مع لاعب تاني سين من اللعيبه بفاضل ما بين بيكهام واللاعب التاني اللي هو سين ده، فهشوف مين فيهم بيلعب اكتر من مركز. طالما بيكهام بيلعب في اكتر من مركز يبقى هفضله عن اللاعب التاني. هتقولي لي ليه؟ طب ما يلعب هو بيلعب في مركزه، يلعب في مركز المميز فيه كويس. لكن لا قدر الله في التشكيله فرضنا يعني بعد التشكيله بعد التشكيله وبعد ما خلصت فرقتي ولعبت والعشرة بيلعبوا وحصل دلوقتي اصابه وانا كنت خلصت التغيير بتاعي، طيب والإصابة دي في المدافعين هاخده احطه جوه مثلا لو هو باك حتى دخله سرد باك يزن بيلعب في اكتر من حته، يبقى اذا انا اقدر اعمل تغييره داخليه احل بيها المشكله بتاعتي، او عنده القدره لعيب وسط ملعب بيقدر يلعب راس حربة زي محمد شريف بيلعب راس حربة ممكن يلعب وسط على الاطراف، يبقى ممكن يلعب له قدام، ممكن يلعب له في وسط الملعب. كل ما كان اللاعب بيلعب في اكتر من مركز كل ما كانت ميزه للاعب وكل ما كانت ميزه للفرقه. صحيح. لو انا عندي الفرقه فيها 10 لعيبه وال10 لعيبه كل فيهم 2 3 بيلعبوا في اكتر من مركز يبقى كان انا بلعب 14 او 15 بلعب في 14 15 هو ما فيش 14 بس انا ممكن اجيب واحد مكان واحد وهو هيقدر يلعب فين يعني هو ده بيقدر يغطي. تمام. فدي ميزه بيكهام. المستويات بقى ان واحد في مركز بيدي 9 من 10 ومركز تاني بيدي 8 من 10 لكن بيدي في فرق ما بيديش خالص وفرق بيدي وفرق بيقدر يلعب وفرق ما بيلعبش خالص. فده من اللعيبة البروميسنج اللي هم المتميزين القادرين العطاء لانه بيلعب جوكر في اكتر. والنظريه حضرتك ديت نظريه تنطبق شويه على كمان اكرم توفيق اللي ادى بشكل اكتر من رائع في وسط الملعب وكان بيأدي بدور معقول حتى في الباك اليمين، فده برضو من الانواع اللي ممكن تستغلها. عندك كهربا بيلعب راس حربه بيلعب طرف، لكن نيجي مركز كابتن ماهر راس الحربه. راس الحربه عندنا عدد لا باس به طبعا بعد كمان وايليا ما دخل في الموضوع المهاجم القادم من الجونه، فعندك تشكيله كبيره جدا من المهاجمين المتعددي يعني متنوعين. فايه راي حضرتك في الجزئيه دي ومن شايف اللي هيحط رجليه بشكل افضل في مركز راس الحربه؟ يا هنا سعد المدرب اللي عنده بصراحه يعني تشكيله واللعيبه والاشخاص والشخصيات الجميله اللي موجوده عليها لعبتنا تحير اي حد. فالنهارده انا يعني من يعني في مروان محمد شريف بواليا
نتكلم على احمد ياسر ريان، ادي كده اربعه، وفي ناس بتلعب تو بوزيشن، صلاح محسن ممكن صلاح يلعبها محسن. فعندك تقريبا اربع او خمس لعيبه ممكن يلعبوا في المركز ده. بس يعني بيختلفوا في حته، يعني صلاح محسن ما يخشش معاهم قوي يعني، لكن 9.5 يعني يعني، لكن انت ممكن تبدا اللي يعني اللي هم البرومسنج واليا دلوقتي يعني يعتبر في الحته دي، ومعاه يعني شريف. محمد شريف ومروان يعني. ايه رايك كابتن؟ انا مع كابتن فتحي يعني، بواليا يعني تحس انه يعني خامه فيها مواصفات راس الحربه من ناحيه القوه، من ناحيه السرعه، من ناحيه المهاره، بجيد العاب الهواء، مهاجم رزق، مهاجم قوي قوي، واحنا نحس بيه يعني. انا راجل بتفرج عليه حاسس بيه انه هو تعبني يعني، واخد بالك عمال يكوعلي وعمال ينط معايا في الهواء. فمواصفات الفرويد موجود عند اولادنا بردك، لكن هو يمكن يعني مميز شوي عنهم. لكن طبعا ما بيقلش هذا الكلام على مروان، محمد شريف في الماتشين اللي فاتوا كمان حاجه جميله زي ما كابتن فتحي قال، جوكر يعني، يقدر يلعب تسعه، يقدر يلعب 10، يقدر يلعب على اطراف، بردك هداف يعني، عنده حس حس الجول، تحركاته كمان يا هاني في خلق المساحه صح، بشكل 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 جميل يعني، خفيف الحركه، توقعاته بيقف المكان اللي كمان اللي بيتوقع فيه الكره تيجي فيه. ودي برضه خد بالك محتاجه راس حرب عنده خبرات عشان اقف في المكان اللي الكره هتيجي فيه. لازم اكون العب مثلا بقالي 10 سنين في المكان ده حفظته. لكن هو ما شاء الله عشان ذكي صلاح محسن بيحاول بصراحه على قد ما بيقدر يعني. يعني هارد لك الماتش اللي فات فيه فرصتين كان يفرق معاه جدا، كان يقدر يجيبهم جوال، واحده اللي شاتها بالجنب كده برجله الشمال، والثانيه اللي نط وسط المدافعين ولعبها بدماغه بس بيوصل وبيروح، بيوصل ده مهم. احمد ياسر ريان برضك من ضمن الحاجات الفراوده المبشره. هو هيبقى فيه صراع، وده صراع ده مطلوب لينا احنا كلنا، ان كل الناس دي تحاول تثبت نفسها لمستر موسيماني ان انا احق، وان انا رقم واحد، وان انا هيدي روتيشن كابتن البطولات كتيره، فهتلاقي الروتيشن موجود يعني بالزبط. ممكن يعني في المباريات وفي المباراه الواحده يعني، ممكن صحيح. نفس المباراه يقدر يعمل روتيشن لو عاوز يغيره، عاوز يبدل فيه، عاوز الحاجات دي كلها. وبعدين احنا عندنا الكورونا بتخلص على طبعا. انا كابتن في المؤتمر سام كمان هو اتسال، قال ممكن العب براسين حرب، لان انا عندي لعيبه في المكان ده اكتر من اربع خمس لعيبه خلاص، فممكن اغير الطريقه اللي انت كلمت عليها سيد. ممكن اغير الطريقه العب 4-4-2 ممكن، وارد قوي في ماتشات. كابتن فتحي بمناسبه كورونا النهارده عرفنا قيمه زياده القايمه ل 40 لاعب افريقي. طبعاً يعني النهارده بنعرفنا قوي يعني اهميه البند ده. لا ما هو انهم بيزادوا، الناس بتدرس الحاجه وعارفين هم بيعملوا ايه، لان مش متخيلين النسب. احنا النسب اللي بتحصل لنا دي يعني لو لاي فرقه، الفرقه دي ما بتلعبش كوره، لكن الحمد لله الحمد لله يعني انها يعني مجموعه اللعيبه بتاعتنا ما يجيش حد تاني يصاب، وكفايه اللي اصيبوا تاني دولت يعني. يعني في ناس في بيراميدز كذا واحد اصيب برضه بكورونا، وانا سمعت ان فتحي كمان جات له تاني. احمد فتحي ما هو وارد انه اللي اتصاب بيها المره الاولانيه اتصاب بيها المره الثانيه، مش محصن ابدا يعني. بنقولها للناس يعني عشان تبقى الناس عارفه يعني، الحكايه مش موضوع ان انا جات لي مره وخلاص وبعدين بقى حصل لك مناعه. لا خلاص يعني نحطهم. وبعدين عايز برضو يعني مهم جدا ان احنا نقولها يعني اعلام، احنا لو فرضنا احنا 18 نادي نضرب في المنظومه مثلا نقول 50 واحد ما بين لاعب واداري ومدرب في كل نادي، يعني المجموعه 900. اما يطلع من 900 يا كابتن هاني سام، بص تلاقي يعني نقدر نقول 30% ولا اي حاجه يعني، ما يطلع دلوقتي 30 واحد من 900 يعني، ما هو يعني هنقول كده يعني في الحدود دولت اللي هم موجودين، اذا نسبه كبيره. ايوه ويعني احنا يبقى المجتمع كله كده، ده احنا بخص الرياضيين. طبيعي. يعني طبعا الفتره دي فتره صعبه، ودايما بنقولها هنا كمان، وسام بتاكد الكلام ده في البيت الكبير، ان الاجراءات الاحتياطيه مهمه جدا جدا لحياتنا العامه، ما احنا بنقولها، واستمرار الحياه بشكل ان شاء الله افضل يعني. فالنسبه احنا ممكن ناخدها من الوسط الكروي عاليه، بدليل مجموعه اللعيبه والاداريين والمدربين
يعني مقاولين اثنين المدرب ومساعد المدرب عماد النحاس مش ممكن وخمسه لعيبه دي سبعه بس الفرقه واحده اضربي في 18 العدد ده كله او المجموعه دي كلها يبقى بتمثل النسبه من المجتمع ما احنا جزء من المجتمع اذا ال 900 دولك لما بيطلع منهم 40 واحد مصاب كورونا نسبه عاليه النسبه مش قليله اكيد اكيد يعني ان شاء الله يعني احنا دايما الاجراءات الاحترازيه ودايما بنقول يا رب يسترها ودايما دايما الاجراءات ان شاء الله باذن الله بص هاني هو البيت يعني انا بقول لاولادي واخواتي وزمايلي اللعيبه بالذات هو امن مكان ليك البيت طبيعي اه بصراحه يعني احنا طول عمرنا يعني انا كنت اخلص التمرين واروح على البيت واخد بالك وانام بدري يعني ازاي انت انا مشكلتي ان انا عشان كان رئيس قطاع للناشئين في نادي الانتاج الحربي فبسلم على 500 واحد كل يوم صحيح واخطر حته ممكن تصيب بالكورونا ايدينا ناخد بالنا موضوع السلامات ده يعني خلاص لازم نلغيه لان احنا الايدين عندنا حركات لا اراديه صحيح. كل شويه نمسح في ايدينا بتنقل العدوى بتنقل العدوى ومهما غسلت يعني. ايدك بقى كل خمس دقايق ولا 10 دقايق انت بتنسى عم تخرج تلاقي فرقه تانية داخله لك بتسلم عليك فانت صعب انك انت تقول للناس الحمد لله على السلامه يا كابتن وان شاء الله النصائح دي كنا عايزينها في اخر الحلقه الايدين الايدين مهمه جدا الايدين مفيش سلامه يا جماعه قلتها ناخد بالنا لو سمحتوا الايدين ان احنا عندنا حركات لا اراديه في حياتنا كل شويه ادعك في كل شويه مش عارف اعمل في ايه كل شويه امسك وشي حاجه لا اراديه فانت اوريدي بالكمامه مغطي الجزء ده لكن هم دول اخطر من الجزء الفوقاني انت بتسلم على الناس بتسلم الناس بتتكلم الناس يعني فعلى قد ما نقدر ناخد بالنا موضوع السلامات ده مفيش وبعدين لما نروح بقى البيت نغسل ايدينا كويس ووشينا او نستحمى واخد بالك وتقعد في البيت ان شاء الله باذن الله هو الحامي ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله السلامه للجميع هتكلم في الجزء اللي بعد الفاصل ان شاء الله على مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري شايفين بطوله الدوري ازاي ومشوار النادي الاهلي ان شاء الله بعد البطوله الافريقيه بعد السنديب عندنا مباراه مهمه مع سيراميكا يوم الجمعه ان شاء الله نناقش مع حضراتكم دوت بس بعد الفاصل رجعنا مع حضراتكم بعد الفاصل وبنرحب تاني بنجومنا الكبار كابتن فتحي نصير كابتن ماهر همام بنرحب بيكم مره تانية وكنا قبل الفاصل طبعا خلصنا المشوار الافريقي وان شاء الله ربنا يوفق فرقتنا بكره لكن يوم الجمعه بعديها بثلاث ايام على طول عندنا مشوار الدوري مع فريق اعتقد فريق جيد على المستوى الفني سيراميكا شايفين عامه ابدا بالكابتن فتحي تقييمك للدوري المصري خلال الخمس اسابيع اللي فاتوا ازاي وان شاء الله مباراه الاهلي وسيراميكا هو الدوري يعني السنه دي ما تقدرش يعني كل الفرق مع بعضها ما تقدرش تتوقع نتيجه مباراه صحيح نتيجه الفرق كلها قريبه من بعض يعني لازالت الفرق قريبه من بعض خصوصا اللي حلقه اكتر الثلاث فرق اللي هم جايين من الدرجه الاولى اتعدوا صح او يعني ادعموا صح يعني سواء البنك الاهلي او السيراميكا كليوباترا او المحله لو تلاقي الفرق دي كلها ما خسرتش كتير مش زي الفرق اللي قبل كده كانت بتخسر وتطلع وتبقى متوقع من اولها صحيح احنا هنلعب سيراميكا احد الفرق الصاعده من فرق الدرجه الاولى فرق سيراميكا فيها حماس عالي جدا دايما كل ماتشاتها يعني النغمه العضليه عندهم عاليه جدا والحماس عالي جدا والشحن عالي جدا وخصوصا بقى انك هتلعب النادي الاهلي طبعا دي نقطه مع حته النادي الاهلي دي لها قصه تانية لكن هي في ماتشاتها العاديه الريتم عندهم عالي سرعه المباراه عاليه المباراه بتاعتها ما فيهاش بطء فيها سرعه السرعه دي يبقى نتيجه حماس وشحن الشحن بيؤدي الى ان اللاعب يبقى جوه في الملعب مشحون المشحون بيجري اللي بيجري بيتحرك فهتلاقي وعلى المستوى البدني كويسين كمان طبعا يعني وبعدين هو دعم بمجموعه لعيبه ذو خبرات صح. يعني مجموعه لعيبه خبراتهم حتى فيهم لعيبه كتير لعبوا منتخب في رغم انها طالعه من الدرجه الاولى لكن لعيبه كتير دعموا بشكل كويس مدعمه تدعيم كويس اذا وبعدين لعبوا الثلاث ماتشات او الاربع ماتشات فدي مديالهم ثقه ان هم فرقه بتناطح الفرق اللي قدامهم وتقدر تلعب معاها وتقدر تعمل يعني ايه اللي هم عايزينه فرقه اخر مباراه مع لما لعبت بيراميدز وخسرت واحد بضربه حظ يعني ضربه ثابته اترفعت تك جول خرصت يعني من خطا لكن
كشغل في الملعب نلاقي الفرقتين زي بعض يعني بيراميدز وهم. انا بدي مندي امثله. اذا الفرقه دي فرقه مش سهله، فرقه قويه وفرقه تعمل لها حساب. واي فرقه في الدوري 17 فرقه تانيين لابد ان احنا اذا كنا عاوزين الدوري ان شاء الله يبقى لابد ان نستمر ان احنا ما فيش غير الفوز ولا بديل له. وحماس اللعيبه اللي هو ما موجودين كانوا في الدرجه الاولى يعني كانوا في الدوري ممتاز واتدعموا بيهم بيدوا حماس انهم يلعبوا ضد النادي الاهلي عشان عاوزين يعرضوا نفسهم اكتر طبعاً. ان هم يستحقوا اكتر، ان هم ممكن يتنقلوا اكتر. وبالتالي هتلاقي المباراه دي مباراه ما هي سهله، مباراه تحتاج يعني اولا تركيز عالي جدا، ما ننزلش زي يوم ما نزلنا مع دجله. دجله بعد الاتحاد احنا كنا نازلين التركيز مش عالي، في تركيز بس مش عالي، في سنه او هبابه ثقه زايده شويه ان احنا يعني هبابه يعني ها تحس الفرقه بتلعب معلش ما هنجيب يعني هنكسب 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 لا دي لا وقت يسرقك ضيع يتكتلوا قدامك ما تخشش خلاص ينتهي الماتش صحيح. عايزه من الاول يا حضرات نلعب ونلعب من الاول. والنادي الاهلي بمجموعه اللعيبه اللي عنده ومدربه بجهاز الفني بادارته قادرين على انهم يعيدوا نغمه الانتصارات ويستمروا في اداء. كابتن ماهر عايز افتح مع حضرتك ملف التحكيم والمشكلات اللي بدات حواليه من بدايه الدوري والخوف، كل الخوف ان هي تكون نفس مشكلات الموسم اللي فات او الموسم اللي فاتت. كلمني عن المشكلات دلوقتي اللي بتحوم حوالين التحكيم والقلق او اللغط ده. هو السنه دي بالذات بوجود الفار ساعدهم بشكل كبير. يعني الاخطاء قلت قوي عن السنين اللي فاتت. بوجود الفار ساعد التحكيم بشكل كبير جدا في الحاجات الصعبه اللي بقول احنا بنشوف اللمسات اللي ملعوبه في كورنر ولا فاول مخبوط في واحد وبعدين لمسه ايد واحد مش شافهاش الحكم. النهارده الفار بيقدر يحسم الحاجات دي لصالح الحكام بشكل كبير، حتى كمان بقى في عداله تحكيميه بالنسبه حتى للفرق. التسللات دلوقتي بدات تقنيه التسللات والخط بيساعد الحكم بشكل كبير، بس هو العيب بس في التحكيم البطء في القرار. ان احنا بنقعد وقت، هل هي اوفسايد؟ هل هي جول؟ هل هي ضربه جزاء؟ هي لمسه ايد؟ بنقعد وقت هالي كتير قوي، بيضيع من حلاوه احراز الهدف. انت عارف برضك نشوه احراز الهدف لما بيجي هدف، يعني انا اول مره اجيب جول مثلا في سكه حديد في كاس مصر لقيت نفسي طاير وعمال اتنط، يعني شعور غريب. واخد بالك يا كابتن فتحي؟ فالنهارده هي بس الحته دي، انك انت ما بتحسش بقيمه الهدف اللي انت بتجيبه. اهداف بتحصل حاجات اهداف جميله وبعدين نفضل واقفين مثلا دقيقتين ثلاثه لحد ما هو يقرر الفار هل هي جول ولا هي مش جول. بتخلي يعني متعه تقل بالظبط، متعه التهديف ومتعه الاثاره يا كابتن فتحي بتقل بشكل كبير. يعني الحكم اللي في الفار بالاضافه الى ضعف بعض الحكام مستواهم في كور كتير ما بتتظلم فرق احنا شفناها. ايوه كابتن يعني بس ده بنرجعنا يمكن في ناقشت النقطه ديت انه الحكام طبعا لازم يشتغلوا شويه على نفسهم. دي نمره واحد. نمره اتنين ان كمان لازم يكون عندهم الادوات المساعده انك تنقل لك صوره واضحه وصريحه من خلال كاميرات كتيره جدا في بوزيشن معينه، انك لما تبص على الخطا بتحدده بشكل واضح. دي نمره ثلاثه. كمان مستوى حكام الفار اللي جوه أو ده اللي بنقول عليه، ما هو المستوى كابتن ممكن يغرقوا الدنيا يعني في الاسبوع ده بدون ذكر الاسبوع ده بدون ذكر اسماء فرق، في فرق اتظلمت، في ضربات جزاء كانت لهم واضحه صريحه ولازم الفار يديله، هنقول حكم الساحه ما خدش، ما حدش اداله، هو ما شافهاش، المفروض حكم الفار يتدخل. ده دور الفار فعلا. ما تدخلش، يبقى ايه قله خبره، ان هو ما عندوش الخبره الكافيه. وبعدين لما بيطول في يعني في ان هو في اتخاذ القرار او يجيب كده لان برضو الكاميرات زي ما الكابتن هاني بيقول زائد خبرته هو كمان، خبرته هو ما عندوش الخبره الكافيه انه اللي حكم الفار تقصد الكابتن اللي جوه الفار يقول له لا ده شارب دي ضربه جزاء او مش ضربه جزاء، لا وبيطول فيها لانه بيعيدها ويزيدها لان برضو ما عندوش خبره. خبرته قليله. ودي كمان يعني بالنسبه للحكم بيعتمد يا كابتن فتحي على الفار في اوقات كتير جدا، يقول لك ايه طب ما اشوف الفار، لكن ماشي. هو لو خبرته وهو قريب من الكوره
وهو حاسمها هو هيديها مش هيرجع للفار. ما حتى لو رجع ما بس اللعيبه خد بالك بقى اللعيبه ساعات يعني سام بتدخل الحكام في الفار كل شويه تروح تقول له البروتوكول غلط الفار لا ما شوف لنا الفار في حاجات مش كل ده على طول يا كابتن كل لعبه لا مش في كل والله يعني ده يسال يعني عليه انذار يا كابتن يعني بالظبط كده يعني البروتوكول ده مكتوب كده اي ما فيش لعيب يروح للحكم يقول له فار او اداري او مدرب او اداري بالظبط لان دي ثقافه كمان لازم نتعلمها ونكتسبها لا مش كل شويه دي بالنسبه للعيبه بس احنا لازالت عندنا ضعف مستوى حكام الفار بيؤثر على القرار عشان كده اللجنه الثلاثيه عايزه تلغي تقنيه الفار لا مش هتقدر ما خلاص ما ما انا فاهمه او كانت عايزه تعمل لا هي يعني النواحي ماديه لاسباب ماديه لاسباب ماديه طبعا لان عندهم عاوزين متاخرات طبعا يقول لك طالبينها دولت مليون 4 مليون يورو لا يعني كده يدفعوا دلوقتي بعد كده مليون يورو صعبه هيجيب له منين فمش هدفع يمكن عشان كده قال لك ان انا هلغيها وبصيها خليها اجيب حاجه من الانديه على اساس الانديه تدفع فطبعا لا وانتهت يعني إن صعب على الانديه برضه لا الناس بتتحمل التكاليف دي هي كان في مشكله شويه في العقود بتاعه الشركات المتعاقده معاها بس هو طبعا مش هتتلغي صعب جدا تتلغي تقنيه الفار لكن هو الملف راح كمان لعمليه التقييم اللي حضراتكم بتتكلموا عليها ان رغم وجود الفار كان في شويه اخطاء كتيره جدا بتعتمد على جزئيتين زي ما قلت على نتائج مباراه محتاجين فلوس عشان نجيب اجهزه عشان يبقى الفار زي اوروبا انت عندك 15 او 20 كاميرا في بوزيشن معين هو اللي تحدد لك وبالتالي اللي هيغلط هيبقى هو ده خطا الحكم نفسه في التطبيق يعني مش اكتر يعني فنتمنى ان شاء الله الجزئيه دي تتحل لان التحكيم برضو عام يعني الاسبوعين الاخرين في اهتزاز يعني مش ما يعني حتى برضو مش هقول الحكام مع النادي الاهلي برضو كان في اخطاء لماتش النادي الاهلي في ماتش دجله كان في اخطاء طبعا كل الحاجات دي كلها لابد انها تتصلح ما اعرفش هو اتحاد الكوره برضو التغييرات الكتير فيه أثرت على الأندية وأثرت على الدوري وأثرت على كل حاجة والغاء لوائح وتعديل لوائح وبند لوائح وكل الحاجات دي كلها حاسس الدنيا فيها زيطة مش مفيش تركيز وبدأ الموسم وكده لكن بندعو لهم بالتوفيق يعني إن شاء الله كلهم ونعرفش الكوره هتودينا لفين لا والله يعني انت الكورونا قصدك لا طبعا الكورونا اللي هتودينا فين اللجنه الخماسيه اتاخرت قوي في تنفيذ قرارات الفيفا كابتن يعني اللجنه الخماسيه قامت بادوار يعني كلها ادوار رائعه بشكل جيد جدا لكن الحاجه الميشن اللي كانت جايه لها اللي اقامه انتخابات اتاخرت فيها بشكل كبير واضطر الفيفا انه طبعا يلغي اللجنه الخماسيه ويجيب لجنه ثلاثيه اعتقد اللجنه الثلاثيه دي من الاولويات بتاعتها مش مناقشه الكوره بشكل عام لكن هو انتخابات قبل يوم 31 يناير وتسير الامور ماشيه ما تخشش فيها بالظبط يعني الامور اللي ماشيه تمشي وما لا تخش في لوائح ولا تخش انا مش جاي اصلح ركون انا جاي اعمل انتخابات ماليش دخل بالباقي ده سيب الامور دي تمشي للي جاي هنتخب صعب يا كابتن صعب بس بالشكل ده مش هتقدر احنا تورثنا حته الاداره مع الاسف لحد دلوقتي يا كابتن لجنه خماسيه لجنه ثلاثيه لكن التدخلات هي التدخلات والاخفاقات هي الاخفاقات فاحنا يا كابتن فتحي يعني بنعاني بشكل كبير جدا بقالنا فتره في الحته الاداريه بالنسبه لاتحاد الكوره بالنسبه لمستوى حتى الانديه رؤساء الانديه اللوائح الحاجات دي عايزه يعني عايزه بقى ايه يعني نخش على مستوى احترافي شويه بقى نجيب ناس متخصصه بقى للجزئيه ده اللي نتمناه يا كابتن ماجد ناس ما عندها خبرات كمان خبراء اجانب يعني تقصد يا كابتن كده واخد بالك حتى لو نستعين بالخبرات الاجانب المشكله مع الخبرات اللي موجوده عندنا النهارده احنا معانا واحد زي كابتن فتحي السير من ضمن الخبرات اللي يعني ما شاء الله يعني كبيره جدا طبعا ومحليه طبعا محتاجين برضك في الجزئيه بتاعه التنظيم الاداري ده اللي موجود في اتحاد الكوره ان احنا نستعين بالناس دي اللي بقالها يعني باع كبير جدا في الجزئيه دي محتاجين ان احنا نجيب الناس ديت ونشوف ايه اللي ممكن نقدر نوصل له ايه اللي ممكن نقدر نطوره ايه اللي ممكن كابتن فتحي عنده افكار الشيخ طه موجود ربنا يديله الصحه عنده افكار كابتن عمرو ابو المجد موجود عنده افكار يعني الحاجات دي محتاجين عشان نقدر نقوم لان انت هنا انت محترف وغير محترف لكن هي كابتن عماله تلف هم اللي بتوع قبل كده موجودين هم اللي جايين وهم اللي رايحين يعني
احنا عندنا كمان اللي هنا ما فيش احتراف حقيقي داخل الدوله غير لاعبين. يعني ما تقدرش تقول لمحترف صح. المحترف الحقيقي هو اللاعب في منظومه كره القدم ممكن اللاعب والمدرب شويه طبعاً. شويه رغم المدرب مش 100% برضه، لان المدرب بيقول له مع السلامه انت شفت الاسماعيلي في اربع اسابيع في اسبوعين غير كم مدرب. لا يعني لا زالت منظومه الاحتراف الحقيقي لا تطبق في جمهوريه مصر العربيه، بس اللي بيتطبق فيها اللاعب وهو اللي بياخد فلوس، غير كده ما عندكش حد تاني وما عندكش حد تاني في الاحتراف. ما هو الامل يا كابتن فتحي في يعني اللجنه او رابطه الانديه المحترفه الطبيعي جدا والمفروض انها تكون موجوده في من 31 يناير او من اول فبراير لازم يكون عندنا رابطه انديه محترفه هي اللي بتدير بقى الكره المصريه بالشكل اللي حضرتك بتتكلم عليه. قبل الدوري يا كابتن كان قبل الدوري يبدا مفيش انتخابات كان صعب. لا هي لا الرابطه مش مستنيه انتخابات مش شرط. الرابطه مش من الانديه مش مجلس الاداره مش كده. الرابطه عباره عن الانديه ال 18 بيرشحوا واحد من كل نادي. نادي ما يكونش عضو مجلس اداره صحيح. وما يكونش له علاقه بكره القدم ما بيشتغلش في النادي بس ينتمي للنادي. إذا عندك 18، ال 18 من بينهم هينتخبوا السبعة السبعة بتوع مجلس إدارة بما فيهم الرئيس الرئيس والستة التانيين، ويجي واحد مندوب من الاتحاد بس. كانت الرابطة هي اللي تعمل المسابقات والرابطة هي اللي تعمل النظام اللوائح الرابطة هي اللجان الفضائي والحاجات دي كلها تعمله واتحاد الكورة ليه أمور أخرى كل ده الرابطة ما في أنت ما عندكش هنا احتراف ما فيش احتراف. الاحتراف وهمي الاحتراف في الفلوس اللي بتاخدها اللعيبة فقط. عايز حد يقول لا احنا محترفين محترفين على الورق لكن مش محترفين فعلي. ولا يدير الاحتراف غير محترف. الهاوي لا يدير محترف. يعني انا هاوي يعني جاي كده من غير اي حاجه ما قدرش واحد بياخد ملايين اتعامل معاه ازاي او هو كمان هيتعامل معاه ازاي. فلابد المنظومه كلها تبقى احتراف احتراف. يبقى ده محترف يبقى ده محترف يبقى ده محترف. المنظومه اللاعب المدرب الحكم. هل الحكم محترف؟ ما اعتقدش على المستوى الاحتراف اللي احنا عارفينه ان الحكم يعني ده محترف في حكام بتشتغل في ناس بتشتغل ولسه عندها بزنس في ناس. يبقى محترف يعني لا يعمل غير كرة القدم. لاعب لا يعمل غير كرة القدم. في لعيبة عندهم وظائف. البرايفت بيزنس ده مش يعني كان طيب الله مش احتراف. المدرب لازم يكون محترف. في مدربين وبدون ذكر اسماء لهم وظائف وبيشتغلوا وبيروحوا وبيدربوا ولهم علاقة بالشغل وفي الدولة. أنت مدرب لا تعمل غير في كرة القدم. مالكش وظيفة حتى لو بتروح يوم. يعني لو يوم في الشهر وده غلط طبعا ان انت ضد كل ده فين الاحتراف؟ فالعملية يا كابتن هاني يا سام الاحتراف مفيش عندنا احتراف حقيقي داخل جمهورية مصر العربية غير في اللعب بالملايين اللي احنا ماشيين واحنا لازم نطاح يعني الفرق بتتنافس هنعمل ايه؟ لازم نعمل زيهم. هي قصه كلها صعبة. في عمليه الموضوع صعب لكن جداً. الفكره كابتن ان احنا قادرين لان احنا عارفين الطريق. ما هي المشكله لما يكون واحد عنده مشكله مش عارف يحل لكن احنا عارفين بس عارفين مش عارفين. ما هي دي المشكله الثانيه. لكن انا يعني دايما عندي سن التفاؤل ان شاء الله في انتخابات جايه هتجيب مجلس اداره ورابطه محترفين ونبدا نحط الشكل اللي كابتن اتكلم عليه ان اداره كره القدم في ايد هذه الرابطه وان اتحاد الكره ما له الا المنتخبات فقط منتخبات وكاس مصر وكاس مصر طبعا يعني ومسابقه كاس مصر والناشئين منتخبات الشباب والناشئين وقطاع الناشئين في الناشئين في الانديه والحاجات دي تشفى. اما رابطه انديه المحترفين بس المحترفين والبث الفضائي والفلوس والامكانيات والحاجات دي كلها ان يعملوا في نادي في استراليا سحبت رخصته واتلغى ان هو يشارك لان عنده ديون. هو الدوري ممتاز ما سددش عنده ديون مش عارف يخلصها. ادوله فرصه ما قدرش يخلصها. ادوله فرصه ما قدرش يخلصها. قالوا له اخر السنه اللي هو يعني اخر 2020 فسنه الكورونا دي فادوها له
برضه ما عملش، فراحوا ساحبين الرخصه وما يشاركش، وده دوري ممتاز ينزل صحيح. بقى يروح يبدا من درجه رابعه صحيح. فاذا الاحتراف، الاحتراف الحقيقي احنا ما عندناش، فما في كل حاجه المنظومه مشكلة الـ انا بس بطلع جزئية لان النادي الاهلي بشكل مختلف شوية حتى على مستوى الادارة على مستوى الاحتراف اللي هو النادي الوحيد اللي عنده رخصة داخل مصر، النادي يعني الوحيد اللي عنده رخصة حقيقية يعني. لا الرخصة الحقيقية النادي الاهلي، الرخص الثانية على الورق، مش عايز اقول اسماء اندية لكن بقول النادي الاهلي لان انا في النادي الاهلي وشايف ايه اللوائح وشايف الرخص وشايف انه مكتمل كل حاجة، يعني حاجته كل حاجه هي ناقص بس هتكتمل ان شاء الله بامر الله استاد. شركه كره القدم. اما الاستاد انت استاد الاهلي والسلام ده اللي واخدينه خلاص، ده المقر بتاعك الاستاد، وعندك مقر اللي هو التيتش اللي هو النادي اللي هو الملعب بتاعك، اللاعبين عندك محترفين، المدرب محترف، اللاعب محترف، الاداره محترفه اللي هي بتدير هي شركه كره القدم الا الشركه هي تكتمل، بس الشركه خلاص بقى زي فرقه من فرق اوروبا، الشركه دي هتكتمل خلاص، هات لي بقى في نادي في مصر في بيصير على نفس النهج. لا 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 مفيش الكلام ده، ان هو نادي يبقى معروف ان هو ده والعقد بتاعه والكلام ده كله. كلمه اخيره عن مباراه بكره ان شاء الله وتأثير على فكرة موسيماني، يعني احنا المرة اللي فاتت ما كانش موسيماني على الخط طبعا بسبب إصابته بالفيروس، النهاردة تواجده وتأثيره في مباراة العودة كابتن ماهر أخيرا. هو مع الفيروس كمان كان بيتابع بشكل أكيد كبير أكيد طبعا مع كيفن يعني طبعا صراحة. وعايزين نحيي طبعا سامي قمصان والراجل المدرب العام كيفن جونسون، صراحة إن هم أدوا كمان المهمة بشكل كبير جدا من الناحية الفنية ومن الناحية الإدارية، معاهم طبعا السيد أبو حفيظ الراجل عنده خبرات بشكل كبير جدا من مدير الكورة، يعني حسينا إن فعلا موسيماني موجود يعني كتيم ورك موجود بشكل كبير على التنظيم الإداري والفني، ونتيجة المباراة الإيجابية بكره طبعا ان شاء الله باذن الله بنكمل 90 دقيقه او بنكمل الشوط الثاني من المباراه الاولى، زي ما اتكلمنا مع كابتن فتحي ان هي مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نجيب جول في الاول على اساس ان احنا نبدا نحبط الفرقه بطل النيجر، وفي نفس الوقت يبقى عندنا فرصه ان احنا نجيب هدف واثنين وثلاثه واربعه، وزي ما قال هاني ده مؤشر بقى للفرقه اللي جايه بعد كده افريقيا او محليا، ان فعلا النادي الاهلي بقى لما بيحصل استنفار فعلا اي فرقه هتبدا تغامر على النادي الاهلي هيبقى عقابها صعب جدا. فالفرق لما بتشوف بالشكل كده فبتبدا يعني تعمل حسابها وبتامن بشكل كبير، لان النادي الاهلي لما تفتح عليه مساحات النادي الاهلي عنده من الامكانيات انه يقدر يجيب جول ويقدر يجيب اثنين ويقدر يجيب ثلاثه ويقدر يجيب اربعه، فبكره ان شاء الله انطلاقه جيده لاي مجموعه يختارها مستر موسيماني كلهم هيأدوا اللي هيطلب منهم بشكل جيد. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي بكره باذن الله بالفوز والنقله بقى للدور 16 ان شاء الله. ان شاء الله كابتن فتحي بالتوفيق ان شاء الله، وزي ما اتفقنا ان كره القدم ما تعرفش غير اخر صفاره الحكم، صفاره الحكم هي تقول لك المباراه ايه، احنا عندنا مباراه ثم بعد كده هيبقى في مباراه ثانيه برضو ذهاب وعوده ونخش على المجموعات، فاذا هذه المباراه يعني نزلنا ناقصنا مباراتين، المباراه دي والمباراه ان شاء الله باذن الله المباراه القادمه. المباراه دي لابد قمه التركيز، اعداد نفسي هو موسيماني عدهم كويس قوي، بس انا عايز من اللعيبه قمه التركيز، ما عندهمش حته ان الفريق ده ضعيف او الفريق ده واحد الا ويكون فرقه دجله قدامنا وحطينها قدام عينينا، لما اتدلعنا شفت وصلنا لايه، لما عدم تركيزنا العالي وصلنا لايه، ما تحسش ان نفسك الطويل هتنتهي المباراه، ما تنتهيش، لكن احنا من الاول لابد استغلال الفرص اللي هي في بدايه المباراه، حتى الفرقه دي يعني ان شاء الله باذن الله نتيجتها هنجيب عليها فرص كتير ان شاء الله، هنلاقي لها فرص وربنا هيسهل ان شاء الله باذن الله، وبكره ونخش بقى على سيراميكا ونعدي الماتش ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله بالتوفيق، كل التوفيق لفريق النادي الاهلي باذن الله. نشكركم طبعا. لا طبعا احنا بنشكرك يعني منورنا دايما وبنسعد برؤيتكم دايما يا كابتن مكتب وإضافة وكابتن ماهر طبعا. منور يا كابتن فتحي، نورتونا على السلامه يا كابتن فتحي، كل سنه وانتم طيبين، نورتونا.
نورتونا وشرفتونا في البيت الكبير، وان شاء الله دايما يعني بيتك دايما كبير. ربنا يخليك بيتنا كلنا. ازيك يا كابتن؟ والله شكرا جزيلا ليكوا انتوا. الله منورين والله كابتن مال. بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يخليك. شكرا جزيلا، ميرسي. بكره ان شاء الله حلقه جديده باذن الله في البيت الكبير. صباح الخير.